الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هنا العاصمه. في البدايه عايز اقول لحضراتكم على حاجه قبل ما نشوف الاخبار اللي عندنا كتير والاحداث الكتير. مصر من المجتمعات والدول والبلدان اللي منتجه للاخبار، يعني في دول صغيره ودول كده مش منتجه للاخبار، مجتمعات ساكنه كده، فما تلاقيش اخبار كتير في الصحافه وفي الراي العام وفي الاعلام وفي كل حاجه. لكن بالتعود كده مصر فيها حاجة كده، ممكن تكون جين، صفة، ما تعرفش، بتنتج أخبار كل يوم، كل يوم تطورات، كل يوم مفاجآت، على كل المستويات، المستوى السياسي والرياضي والاقتصادي وكل حاجة. علشان كده احنا بنحاول نلاحق الأخبار والأحداث مع حضراتكم طول الوقت، لأنه كل يوم في جديد. يعني ممكن تنام وتصحى تلاقي حاجات كتيرة جدا حصلت في مصر، لأنه المجتمع المصري 90 مليون مواطن والدولة المصرية منتجة للأخبار. دي ملاحظة كده سريعة عايز أقولها لحضراتكم عشان ما تستغربوش دايما من أنه الأخبار بتتلاحق أول بأول. لا، إحنا كده طول عمرنا مصر في كل العصور منتجة للأخبار، منتجة للأحداث والتطورات والتحولات. ليه؟ ممكن نبقى نبحثها في احدى الحلقات ونحاول نناقشها ونحللها، ليه احنا من الدول والمجتمعات المنتجه للاخبار. الليله هيكون معانا فقره مهمه جدا، فقره رئيسيه في الحلقه، هي استكمال لما بدانا امس. امبارح كان ضيفنا هو الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وقلنا لحضراتكم انه احنا بادئين في هذا البرنامج وعلى شاشه سي بي سي ان احنا نناقش مستقبل البرلمان المصري اللي هو بيتشكل الآن. رئيس عبد الفتاح السيسي قال إن هناك برلمان في مصر، مجلس نواب، قبل 2015 نهايتها، وده معناه إن احنا على وشك إن احنا ننتخب نواب البرلمان بتاعنا، وده أخطر برلمان وأخطر مجلس نواب في تاريخ مصر. فقلنا إن احنا هنستكمل في هذه الحلقات حواراتنا ولقاءاتنا اللي هتفيد حضراتكم كتير في تبين رؤية الخريطة الانتخابية وخريطة مجلس النواب. امبارح بدأنا الحوار مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، النهاردة بنستكمل هذه اللقاءات أو سلسلة اللقاءات. هيكون معنا الدكتور عصام خليل الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار. حضراتكم عارفين أن حزب المصريين الأحرار حزب ليبرالي وينافس بقوة على المشهد السياسي والحزبي، وهناك تقاطعات وتشابكات لهذا الحزب، حزب المصريين الأحرار، في المشهد السياسي والحزبي والبرلماني وداخل الانتخابات بقوائم وفردي، وعنده طموح وهذا حقه أن ينافس. وبالتالي النهاردة هنشوف مساحة المنافسة، مساحة الطموح، الأفق اللي موجود أمام حزب المصريين الأحرار وتشابكاته، وأسئلة كثيرة جدا وعلامات استفهام هنطرحها على الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب وأيضا هو الأمين العام للحزب. قبل بقى ما نروح للكلام ده نشوف مصر أنتجت إيه من الأخبار النهاردة. مصر صحيت الصبح النهاردة كالعادة أحداث كثيرة جدا وتطورات ومفاجآت كثيرة جدا. أهم مفاجأة تهم الكثيرين في مصر جدا، ملايين، يمكن عشرات الملايين، هو القرار المفاجئ من مجلس إدارة النادي الأهلي. وما نقول الأهلي بنتكلم عن حزب الأهلي في مصر، مش حزب سياسي ولكنه حزب كروي، هو أكبر حزب في مصر مع حزب نادي الزمالك، وهناك أحزاب أخرى كثيرة جدا كبيرة أيضا، حزب نادي الإسماعيلي، أحزاب جمهور أو أعضاء هذا الحزب عندهم انتماء وولاء كبير جدا لهذا الحزب النادي الاهلي. فانيلته الحمراء زي ما الفانيلا البيضاء بتجنن جمهور نادي الزمالك. هذه هي كره القدم. علشان كده الخبر الاول دائما في اخبارنا وفي الصحف وفي المواقع وفي التلفزيونات هي الاهلي والزمالك. لما يحصل اللي حصل النهارده، المفاجاه اللي فجرها النادي الاهلي النهارده، قرر مقاطعه انشطه اتحاد الكوره الحالي، كرة القدم، وعدم مشاركة النادي الأهلي في أي مسابقات أو أنشطة ينظمها الاتحاد المصري على مستوى الفريق الأول أو الناشئين
واللجوء لكافة الطرق المشروعة والقانونية داخليا وخارجيا للحفاظ على حقوق النادي. طيب ليه الأهلي عمل كده؟ طبقا لقرار النادي الأهلي وبيانه أن القرار جاء بعد صدور قرار من اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب أحمد الشيخ لاعب خط الوسط في النادي الأهلي لمدة 4 شهور. اتحاد الكرة أوقفه 4 شهور وغرامه 133,000 جنيه بسبب توقيعه للنادي الزمالك. إذن فهذه هي القصة المتكررة، كل موسم كروي لاعب يوقع لناديين في نفس الوقت ويكون في نادي مع عقد من اللاعب ده موقع ونادي تاني عنده عقد موقع من نفس اللاعب، ودي ما بتحصلش إلا في مصر أو نادرا لما بتحصل بره. اتحاد الكورة رأى أن هذا اللاعب أخطأ بالتوقيع لناديين وغرمه 133,000 جنيه وأوقفه عن اللعب 4 شهور. طيب اتحاد الكرة بيقول طبقا لتصريحات الأستاذ حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري إن اللاعب أخطأ بالتوقيع للناديين وكان يجب عقابه. دي وجهة نظر اتحاد الكرة، واتحاد الكرة هو المسؤول عن إدارة لعبة كرة القدم في مصر. طيب مجلس إدارة النادي زعل ليه؟ النادي الأهلي زعل ليه؟ وأصدر قرار خطير جدا بمقاطعة اتحاد الكرة في كل المسابقات المحلية، يعني لا في دوري في الأهلي ولا في كاس في الأهلي ولا أي بطولة محلية بينظمها اتحاد الكرة طبقا لهذا القرار. لو استمر وأصر عليه النادي الأهلي والأزمة ما اتحلتش مفيش أهلي في المسابقات المحلية. زعل ليه الأهلي؟ لأنه طبقا أيضا لقرار النادي الأهلي بيرفض العقوبات الصادرة من الجبلية اتحاد الكورة شكلا وموضوعا بشأن اللاعب أحمد الشيخ المنضم من المقصة نادي المقصة إلى النادي الأهلي بإجراءات صحيحة. ده كلام النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، بإجراءات صحيحة وفقا للوائح والقوانين حسب ما النادي الأهلي بيقول. يعني النادي الأهلي شايف، مجلس إدارة النادي الأهلي شايف أن القرار ده ظالم. طيب في بعض الأخبار تم تداولها ان نادي الاسماعيلي متضامن مع الاهلي هو كمان بينسحب من البطولات. لا، اللي جالنا انه السيد محمد ابو السعود رئيس مجلس ادارة نادي الاسماعيلي قال انه بينفي تماما ما نشر حول انسحاب النادي من المسابقات تضامنا مع الاهلي، وقال انه ناديه ليس له علاقة بازمة النادي الاهلي مع اتحاد الكرة الاخيرة بسبب ايقاف اللاعب احمد الشيخ. ده المشهد اللي حصل من ساعات قليلة. هنا أزمة؟ نعم في أزمة، في ناس كتير هتتضايق في مصر، في ناس كتير هتتضايق لأن كرة القدم هي يعني بتتكلموا عن 40 50 60 مليون بيشجعوا، يمكن أكتر من كده بيشجعوا كرة القدم الأندية المختلفة. النادي الأهلي صعد ضد اتحاد الكرة، ده تصعيد، بس هل هو محق ولا مش محق؟ أنا شخصيا ما أعرفش. اتحاد الكرة هل هو متمسك بقراره والنادي الأهلي متمسك بقراره؟ الوساطات هتدخل، نادي الزمالك دخل على الخط لأنه داخل على الخط من البداية لأنه عنده عقد موقع من اللاعب أحمد الشيخ، والاتهامات متبادلة بين كل الأطراف. خلونا نعرف القصة من متخصص وناقد رياضي بارز الأستاذ إيهاب الخطيب. مساء الخير يا أستاذ إيهاب. مساء الخير يا استاذ مجدي، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. اهلا بك يا استاذ ايهاب. الاستاذ ايهاب الخطيب ناقد الرياضي البارز ورئيس القسم الرياضي في صحيفه الوطن المصريه. استاذ ايهاب قول لنا الازمه واصله لفين بين الاهلي واتحاد الكره والزمالك، وهل هناك مقدمات او ارهاصات لحلول لهذه الازمه؟ تمام مجدي، في البدايه لازم نقول ان الازمه تفاقمت عندما انتقل احمد الشيخ لاعب المقصه الى النادي الاهلي من خلال التوقيع على عقود رسميه، عقود النادي الجديده او عقود الاتحادات الجديده، وحصول النادي الاهلي على الاستغناء الخاص باللاعب من قبل ناديه الاصلي وهو نادي المقصه. هنا نادي الزمالك اكد ان اللاعب كان مضيله على عقود قديمه، عقود بتاعه السنه اللي فاتت. قديمة يعني بيرجع تاريخها لامتى يا استاذ ايهاب؟ هو طبعا العقود ما بتبقاش عليها تاريخ الا قبل ال ال الكوره اللعيب بيقف على بياض، ولكن نسخه العقد الشكل العام
لون العقد نفسه هو عقد الموسم الماضي العقد القديم، وبناء عليه هو ده كان اعتراض النادي الاهلي. اذا اردت ان تعاقب على حصولنا على احمد الشيخ وتقول ان انت احمد الشيخ ماضي مثلا عندك في نادي الزمالك بوجهه نظر النادي الاهلي، ان انت كنادي الزمالك ممضي على عقود قديمه، ومن الاولى ان اتحاد الكوره نفسه يعاقب الزمالك ان هو مضى اللاعب في الوقت الغير قانوني للاعب، لان هذا اللاعب في هذا التوقيت كان على ذمه نادي المقصه، وبالتالي لا يحق للزمالك ولا للاهلي ولا لغيره انه يتعاقد مع احمد الشيخ بدون موافقه نادي المقصه. واعتبر النادي الاهلي ان نادي الزمالك حصل على توقيع اللاعب على هذه العقود القديمه اثناء وجود اللاعب على ذمه نادي المقصه، وهو ما يبطل عقد الزمالك، دي رقم واحد عند النادي الاهلي. ثانيا ما يعرض الزمالك نفسه للعقوبه، وهذه العقوبه تتراوح بين حرمان الزمالك من فترتين قيد متتالي، يعني تيجي عليه موسم ما ينفعش يجيب لعيبه جديده لا في بدايه الموسم ولا في شهر يناير. دي كانت وجهه نظر النادي الاهلي. نادي الزمالك قال اللي انا عندي موافقه من نادي المقصه من خلال العقد الثلاثي، عقد الثلاثي قدمه نادي الزمالك لاتحاد الكوره في موافقه نادي المقصه والشركه الراعيه لنادي الزمالك ونادي الزمالك على الحصول على خدمات ثلاث لاعبين من نادي المقصه منهم احمد الشيخ. وهنا النادي الاهلي بيرد وبيقول ان هذا العقد حديث ولا ويتنافى مع العقد القديم، والدليل ان نادي المقصه نفسه، نادي المقصه نفسه وقف احمد الشيخ ثلاث مباريات وقام بتغريمه غرامه ماليه كبيره لما نما لمسؤول المقصه ان احمد الشيخ وقع للزمالك دون الرجوع اليهم. وهذا مستند وضعه النادي الاهلي النهارده من خطاب رسمي من نادي المقصه الى اتحاد الكوره. كل دي حاله من اللغط يا استاذ مجدي، ولكن القصه كلها في اتحاد الكوره. اتحاد الكوره النهارده لما جه اجتمع لقى نفسه بين مشكلتين، عنده مشكله كبيره جدا انه عايز يراضي الاطراف كلها او يوزن الامور كلها، فما عرفش يوزن الامور رغم ان اللوائح الموجوده في اتحاد الكوره، وانا هفجر لحضرتك مفاجاه دلوقتي حالا، ان الماده 11 في لائحه شؤون اللاعبين في اتحاد الكوره المصري وتحديدا الماده 11 جزئيه 9 بتقول ان اللاعب الحر اللي هو مش على ذمه نادي لما يجي يوقع لناديين يتوقف من 4 لـ6 شهور ويقوم بدفع غرامة المالية. اما اللاعب اللي بيوقع لناديين وهو على ذمه نادي ويحصل على الاستغناء بتاعه ويروح بيه النادي الجديد، فانت ما ينفعش توقفه ولكن تغرمه ماليا. وهنا اتحاد الكوره النهارده قاعد يرجئ في الاجتماع، يرجئ في الاجتماع ويؤجل في اعلان القرار الى ان اتخذ القرار النهائي بشان ايقاف احمد الشيخ. وترتب عليه ان النادي الاهلي كان مسبقا في اجتماع مجلس الاداره في اول امس اخذوا قرار في حاله ايقاف احمد الشيخ يوم واحد، النادي الاهلي هينسحب من كل البطولات المحليه، وبالتالي النادي الاهلي لن يكمل الكاس هذا الموسم ولن يشارك حتى الان في الدوري الموسم المقبل. وايضا يا استاذ مجدي مش هيشارك في كافه قطاعات الناشئين، يعني ليس الفريق الاول فقط ولكن كل قطاعات الناشئين. وبالتالي السؤال اللي هيطرح نفسه بقوه، السؤال اللي هيطرح نفسه بقوه في الفتره اللي جايه، هل النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي الشريان الرئيسي لمنتخبات مصر وعندنا المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، ايه موقف اللعيبه من المنتخب؟ هل تجنيد نشاط الاهلي الكروي يمنع النادي الاهلي من ان لعيبته تبقى موجوده مع المنتخب؟ ده اللي هيبقى عليه كلام الفتره الجايه. ولكن المفاجاه اللي هقولها لك اكتر يا استاذ مجدي، ان اتحاد الكوره بيقول للنادي الاهلي ان يحق للنادي الاهلي ان يقدم اعتراضا او طعن على القرار للجنه التظلمات، ولو النادي الاهلي بكره قدم تظلم على القرار يتم رفع العقوبه من اللاعب واللاعب يشارك لحين ان لجنه التظلمات تتخذ قرار جديد. وهنا بقى اؤكد لحضرتك ان اتحاد الكوره لا يعلم اي حاجه، وان اتحاد الكوره ما عندوش رؤيه، وان اتحاد الكوره مش عارف ايه اللي بيحصل، وان اتحاد الكوره. طب استاذ ايهاب استاذ سؤال سريع لان معانا الكابتن عزمي مجاهد وخليك معانا، سؤال سريع لحضرتك، هل ترى ان وجهه نظر البعض اللي بتقول انه قرار النادي الاهلي متسرع شويه وعنيف وانه كان ممكن يقدم تظلم والعقوبه تتشال، ولا في خلفيات تانية وكواليس مشكله بين النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي واتحاد الكوره؟ القرار ده مش كتير شويه؟ هو النادي الاهلي كان
مجهز القرار ده مسبقا، لان هو حاسس ان الفتره اللي فاتت ان ربما يكون الصوت العالي، او ربما تكون بعض الامور، او ربما يكون ان موقف اداره النادي الاهلي لا ياخد مواقف سلبيه من اتحاد الكوره، دعت اتحاد الكوره ان اتحاد الكوره يجي عليه شويه في القرارات، ودي رؤيه النادي الاهلي. طيب خليك معانا يا استاذ ايهاب، ما تقفلش معانا. الكابتن عزمي مجاهد مدير اداره الاعلام باتحاد الكوره، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ مجدي، تحيات للاستاذ ايهاب الخطيب المحترم. حضرتك منورنا يا كابتن. انت اللي منور الدنيا يا استاذ مجدي والله. ربنا يخليك يا فندم. وحشنا والله، بتنور الدنيا وبت بت يعني بتكيفنا. يا فندم ربنا يخليك، ده شرف ليا يا كابتن. ربنا يخليك يا فندم. كابتن عزمي. نعم. قول لنا موقف الاتحاد، اتحاد الكوره، من هذه الأزمة التي تفجرت بعد قرار النادي الأهلي بانسحابه أو عدم مشاركته في كل مسابقات الاتحاد. بص حضرتك يا استاذ مجدي، النادي اتحاد الكورة بيطبق اللوائح، واللوائح في الاتحاد الدولي بتقول لك اللاعب اللي بيطبق اللي بيمضي الناديين في وقت واحد بياخد عقوبة من 4 شهور ل6. أخد بال حضرتك؟ تمام. مع عقوبة مالية. طبعا الوضع كله ان الاتحاد، ان النادي الاهلي متصور ان الاتحاد متربص في النادي الاهلي اطلاقا اطلاقا، بدليل الاستاذ ايهاب الخطيب قال كلمة، لو النادي الاهلي بكرة تقدم بتظلم اتوقف هذا القرار. فيعني احنا مش عايزين نقول ايه، يعني اتحاد بيطبق لوائح وما فيش حد بيتدخل في اي قرارات بيصدرها مجلس اداره الاتحاد. هي في واقعه تم بحثها تماما. النادي الاهلي نادي كبير يا استاذ مجدي، ومؤسسه كبيره وعريقه لها تاريخ عظيم. طبعا انسحابه ده يعني شيء يعني هيأثر على الكوره في مصر، واتمنى ان يراجع النادي الاهلي مجلس الاداره هذا القرار، وان يمشي في الطرق القانونيه بعمل تظلم وايقاف هذا القرار والسماح للاعب بالمشاركه الى حين صدور قرار اخر. طيب كابتن عزمي. نعم. هل بتعتقد انه هناك احساس او مشكله داخل مجلس اداره النادي الاهلي بانه مجلس اداره اتحاد الكوره جاي عليه شويه علشان كده ما قدمش تظلم؟ حضرتك قلت والاستاذ ايهاب قال لو قدم تظلم بكره خلاص. طيب يمكن ده قرار ناتج عن غضب متراكم. انا حاسس بالكلام ده، وانا عايز اقول يا استاذ مجدي ان اذا كان في احساس يعني بان النادي الاهلي، ان مجلس اداره الاتحاد الكوره بيكيل بمكيالين، هذا الاحساس خاطئ شكلا وموضوعا. في حاجات كثيره جدا، لكن اللي انا عايز اقوله ان هناك لابد ان يتدخل العقلاء يا استاذ مجدي. تمام. يتدخل العقلاء، لان لا يمكن ان تصل العلاقه ما بين النادي الاهلي والزمالك الى هذه الدرجه. دي انديه كبيره، ودي مؤسسات كبيره، ودي اكبر انديه في افريقيا ودول عربيه، فلابد ان تكون العلاقه على ما يرام بين الناديين، ولا يصح ولا يصح ان تكون هناك مشكله بين أكبر ناديين في مصر بسبب لاعب. طيب كابتن، يمكن التلاسن بين الناديين في الفترة اللي فاتت عمل هذا الانشقاق، وعمل حالة ترقب بين الجانبين، وحالة خصومة، فبتبقى قرارات كبيرة، قرارات حادة زي ما حصل من مجلس إدارة الأهلي. هو ما فيش كبير في الدولة يا أستاذ مجدي؟ في ناس كبيرة، وفي ناس مسؤولة عن الرياضة يتدخلوا، في وزير للرياضة يتدخل وينهي هذه المشكلة، لكن نترك المشاكل لم تتفاقم تتفاقم تتفاقم. لابد من تدخل العقلاء والكبار يا أستاذ مجدي، ومش كل حاجة برضو عشان نبقى في الصورة، مش كل حاجة نقول نروح للرئيس السيسي برضو، ولا إيه رأيك؟ لا طبعا طبعا. هو الرئيس السيسي هيلاحق منين ولا منين؟ أنا مش عارف هيعمل إيه ولا إيه ولا إيه. وفي حكومة وفي مؤسسات وفي مجالس وفي مؤسسات، ويجب تدخل المؤسسات يا استاذ مجد، وينتهي هذا الجدل. يعني ما هو مش هنترك المساله عشان الناس تقعد تتفرج علينا برضو. دي انديه كبيره، انديه محترمه،
لها تاريخها، فلابد من تدخل العقلاء لإنهاء طيب. هذه الأزمة. طيب كابتن عزمي، ما أحيانا السيد خالد عبد العزيز المحترم وزير الشباب والرياضة بيقول إنه أنا ما أقدرش أتدخل بين مجالس إدارات منتخبة، مجلس إدارة اتحاد الكورة منتخب ومجلس إدارة الزمالك والأهلي منتخبين. ده قصدك تدخل حكومي؟ آه. بص يا أستاذ مجدي، اللي مالوش كبير يتشرى له كبير. عندك حق. عندك حق. وبعدين أنا عندي أجهزة في الدولة وبلد في حجمه وفي حجم مصر يا أستاذ مجدي، أسيب أكبر ناديين في مصر بينهم مشكلة؟ مش قادر أقول ستوب. في هنا مصلحة بلد وفي هنا مصلحة شعب، ولا هنتخانق عشان لاعب؟ عندك حق. وده يمكن أكبر حزب في مصر هو حزب الكورة. بالظبط بالظبط. وأكبر حزبين في مصر حزب الأهلي والزمالك. طبعا مش مظبوط ولا لا؟ طيب لما أنا ألاقي العلاقة وصلت ومدخلين اتحاد الكورة في المنتصف، ويجي نقول عايزين ندخل جماهير والروح الرياضية ومش الروح الرياضية، أين هي الروح الرياضية؟ إذا كان إحنا بنصدر للجمهور الروح السلبية. مظبوط. وبعدين نيجي يا أستاذ مجدي نتكلم ونقول إن الرياضة أمن قومي، هل كده الرياضة أمن قومي؟ الرياضة كده أمن قومي في رأيك؟ طبعًا. يعني الرياضة بما يحدث الآن وما نشاهده الآن عن الساحة، هذا هو الامن القومي؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا. ما احنا شفنا احداث مؤسفه ومجازر راح فيها شهداء. بس يبقى احنا يبقى استاذ مجدي دوله لها مؤسسات وفي ناس كبيره وفي ناس مسؤولين كبار، مش هنقول الرئيس في مجلس وزراء، في استاذ وزير الرياضه، في استاذ رئيس الوزراء، في اجهزه كبيره في الدوله، لازم الناس تتدخل لان مصر مش فاضيه للكلام ده يا استاذ. تمام. انا اشكرك جدا كابتن عزمي مجاهد مدير اداره الاعلام باتحاد الكره، ده راي حكيم وعاقل. استاذ ايهاب الخطيب مع حضرتك يا فندم. تعليق اخير يا استاذ ايهاب على اللي قاله الاستاذ عزمي مجاهد الكابتن عزمي مجاهد وضروره تدخل العقلاء واللي ملوش كبير يشتري كبير. طبعا كلام محترم جدا من الكابتن عزمي مجاهد، ولكن برضو لا نغفل بيان النادي الاهلي اللي اعلن في انسحابه واكد فيه اللجوء لكافه الطرق المشروعه القانونيه داخليا وخارجيا. تمام. ده مكتوب نصا داخليا، يعني ممكن النادي الاهلي يقدم التماس، يعني النادي الاهلي ايضا حتى الان ما اعلنش ان هو حق مشروع لمجلس اداره النادي الاهلي ان يدافع عن اللاعب ويدافع عن الفريق ويقول ان انا مظلوم حقه. عشان كده في البيان اللي خرج فيه وقال ان هو مجمد نشاطه كاتب نصا اللجوء لكافه الطرق المشروعه والقانونيه داخليا وخارجيا. داخليا طبعا اللي هي القرارات والتظلمات والكلام اللي احنا قلنا عليه، وقلنا لو الاهلي قدم تظلم هتتوقف القصه دي تماما. اما القصه اللي قالها الكابتن عزم جاب بالفعل الاستاذ جمال علام لجا لوزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز وطالبه بالتدخل، اما باقناع الاهلي بالتهدئه اما باقناع الزمالك لسحب الشكوى. طيب استاذ ايهاب، هل بينظر في اللوائح، لوائح شؤون اللاعبين سواء في الاتحاد الدولي او في الاتحاد المصري، الى رغبه اللاعب نفسه؟ انت عايز يا ابني تروح نادي ايه؟ طبعا لو هو موقع عقدين. بالظبط. ده في نهايه التحكيم، ولكن في اللحظه دي وفقا للوائح الاتحاد الدولي، ايضا الاتحاد الدولي بيعاقب اللاعب انه وقع لناديين. هو فعلا رغبته النهائيه هي اللي هتحتم هو هيروح فين، ولكن في الاخر برضه الاتحاد الدولي هيبدا يعاقبه، ولكن ظروف توقيعه لكل نادي. وقعت للنادي الزمالك امتى؟ وقعت للنادي الاهلي امتى؟ هل قرار الاتحاد صدر بعد التحقيق مع اللاعب وفحص الاوراق؟ التحقيق مع اللاعب وعدم التحقيق، القرار صادر منذ شكوى الزمالك. انا بقول لحضرتك لا، هل الاتحاد الكوره جاب اللاعب وجاب العقود وجاب مندوب طرف واحد من الطرف ده الاهلي وواحد من طرف الزمالك ويحقق زي اي حد بيحكم؟ كل ده حصل يا استاذ مجدي، لكن شكليا وانا بقول لحضرتك من بدايه وجود الشكوى في اتحاد الكوره، الحاج محمود الشامي رئيس لجنه شؤون اللاعبين قال لي شخصيا الايقاف 4 شهور، وقال لي كمان اللي لسه ما حدش هيعرفه ان الايقاف هيتم من لحظه، يعني ال4 شهور دول يتطبقوا من امتى؟ من لحظه تقديم الزمالك للشكوى، مش من لحظه القرار. يعني القرار مسبق جاهز. يعني القرار من الاول متاخد، وانا بقول لحضرتك ان هناك مفاجآت، وبعدين عند حضرتك اهو
هناك مفاجآت مدوية في خلال 48 ساعة في لائحة شؤون اللاعبين اللي الاتحاد كورة اعتمد عليها في تطبيق العقوبة. اللائحة فيها أزمة كبيرة جدا جدا وفيها تعديل وفقا لاتحاد الكورة، كان تم تعديله في أحد الجلسات ولم يتم الاعتماد على التعديل. وأنا بقول لحضرتك إن العقوبة الحقيقية لأحمد الشيخ في حالته دي هي الغرامة المالية فقط وفقا لتعديل لائحة في اتحاد الكورة. يعني اللائحة المعدلة ما بتقولش إيقاف، ما بتقولش إيقاف، لو بتقول إيقاف لو اللاعب حر مش على ذمة نادي ومضى هنا ومضى هنا يتوقف. بس هو كان على ذمة المقاصة، كان على ذمة المقاصة. تمام. بقول لحضرتك المادة 11 النقطة 9 في لائحة شؤون اللاعبين هتفجر مفاجأة كبيرة في خلال 48 ساعة القادمة. أنت فجرتها خلاص يا أستاذ إيهاب. تمام يا أستاذ مجدي. أشكرك جدا الأستاذ إيهاب الخطيب الناقد الرياضي البارز ورئيس قسم الرياضة في صحيفة الوطن. واضح إن الأزمة ليها تداعيات وليها فصول هتحصل خلال الساعات المقبلة، بس أنا شخصيا وأكيد حضراتكم معايا عمرنا ما نتصور ان في دوري وفي كاس وفي بطولات من غير النادي الاهلي وبدون نادي الزمالك وبدون نادي الاسماعيلي وامبي يعني حتى الاهلي والزمالك بالتحديد، يعني دول الطرفين التاريخيين للمنافسه على البطولات. الدوري بدون اللون الابيض والاحمر يبقى في مشكله، لو ابيض بس تبقى مشكله، لو احمر بس تبقى مشكله، والبطولات كلها كده. اتمنى زي ما قال الكابتن عزمي مجاهد وزي ما قال الأستاذ أبو الخطيب أن يتدخل العقلاء وأن يتدخل الكبار، وهي كلمة جميلة قالها عزمي مجاهد أنه لو ملوش كبير يشتري كبير، لازم يكون في كبير. فيعني أعتقد أنه كمان تصدير الطاقة السلبية والغضب والانفعال والخصومات بين ناديين كبار اللي هم الأهلي والزمالك اللي هم أكبر حزبين في مصر، تصدير الخصومات ديت والطاقة السلبية دي والمشاحنات والانفعالات للجمهور هو اللي بينتج عنه يا جماعة اللي بنشوفه في المدرجات وبنشوفه في الاستادات وحول الاستادات. الجمهور بياخد من مجلس الإدارة، والجمهور بياخد من اللعيبة، والجمهور بياخد لما يكون الأهلي والزمالك بينهم وبين بعض خصومة وتصريحات نارية وانسحابات ومشاكل وأزمات وأحيانا اتهامات خطيرة جدا، لما تكون الحالة مشتعلة بهذا الشكل بين قطبي الكرة المصرية، يبقى طبيعي الجمهور اللي هو مش مسؤول، احنا مسؤولين. يعني مجلس إدارة نادي الأهلي مسؤول، عليه مسؤوليات. مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤول وعليه مسؤوليات. مجلس إدارة اتحاد الكرة مسؤول وعليه مسؤوليات. تمام. لما تكونوا انتوا مسؤولين عن اللعبة وعن الأندية دي، والمفروض انكم نخبة يعني اكثر عقلا وحكمة وفطنة في تقدير الامور وتقدير الاوضاع في مصر وتقدير خطورة كرة القدم وتقدير خطورة الجماهير اللي هي مجنونة بفريقها، ده موجود في العالم كله مش عيب عندنا، ودفقات الشباب وانفعال الشباب اللي بيشجع كورة. لما تكونوا مسؤولين والمفروض تقدروا كل ده، وانتوا اللي تصدروا الازمات والخناقات والمشاجرات للجمهور، يبقى لازم ننتظر كل يوم مجزرة زي ما حصل قبل كده، خصوصا ان الجماهير مش موجودة في المدرجات. ده هي مش موجودة في المدرجات للاعتبارات الأمنية اللي احنا عارفينها والأزمات اللي حصلت والشهداء والضحايا اللي ماتوا وأصيبوا. فلما انتوا تتخانقوا فوق عايزين ايه بقى؟ لما نكون 15 20 30 40 واحد 50 واحد في مجالس إدارات الاتحاد والزمالك والأهلي. طيب لما يكونوا بيتخانقوا طول النهار والليل وبيتهموا بعض وبيتخانقوا مع بعض وبيشتموا بعض ساعات وبيقرروا الانسحابات والمقاطعات والكلام ده، منتظرين من 40 مليون ايه؟ 40 مليون فيهم مستويات ثقافية مختلفة، تعليمية مختلفة، اجتماعية مختلفة، اقتصادية مختلفة، سيكولوجية ونفسية مختلفة. شباب بيشجع فريقه. أنا بشوف ناس شباب عنده الأهلي ده أهم من والده ووالدته، أهم حاجة في الدنيا، والزمالك اهم حاجه في الدنيا عند جمهور الزمالك. لما احنا نكون احنا اللي بنصدر المشاكل دي،
لما نكون احنا المسؤولين عن اللعبه، وده لو حصل في اي دوله في العالم، لو حصل في الدوري الاسباني او الانجليزي او الكلام ده، طول النهار الانديه تتخانق مع بعض، واتحاد الكره يتخانق معاهم ويتهموا بعض، ويطلعوا في التلفزيونات يشتموا بعض، وكل ده منتظرين ايه من الجمهور؟ امن قومي؟ ايوه امن قومي. حضراتكم كلكم بتلعبوا في الامن القومي؟ ايوه بتلعبوا في الامن القومي. بتهددوا الامن القومي؟ ايوه بتهددوا الامن القومي. دي الرؤيه المنطقيه الموضوعيه. لما واحد جمهور التراس او مش التراس، اي حد يسمع التلفزيون ويشوف البرامج الرياضيه وداخلين قدام بعض شتايم وسباب واعتراضات واصوات عاليه وقرارات واتهامات وغيره، وهو قاعد قدام التلفزيون وفريقه بيحصل له ده، يا نهار ابيض، ده انا الاهلي فريقي معشوقي ده اللي بموت عليه اللي انا بروح له اخر الدنيا، حتى لو ما دخلتش المدرجات انا هروح احتفل بيه، اقف استنى بره الاستاد عشان احتفل بفوزه. مش هيلعب كره؟ مش هيلعب كرة؟ أنا مش متخيل مش هيلعب كرة، هو بيقول كده جواه، ده أنا ممكن أعمل وأعمل وأعمل. الزمالك اتاخد منه أحمد الشيخ، اعترض، والزمالك حقه، وأحمد الشيخ ده بتاعنا، وبيتخانقوا وبيعملوا، ده أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. قدروا المسؤولية، اللي أنتم مش مسؤولين عن اللعبة. دي مش لعبة. هي معرفة في الكتب واللوائح إنها لعبة كرة القدم، لكنها أصبحت في العالم كله سياسة وأمن وطني. وعندنا مش سياسه بس وامن وطني، عندنا في مصر في ظروفنا دي بقالها 4 5 سنين ارواح، ناس بتموت، يا مجلس اداره الاتحاد، يا مجلس اداره الاهلي، يا مجلس اداره الزمالك. حضراتكم عارفين ان انا مش متحيز لحد، وخلاص ما بقتش بتفرج على كوره بقالي سنين طويله بسبب انشغالنا، لكن بحب الاهلي وبحب الزمالك وبحب الاسماعيلي وبحب الناس عشان ما تموتش، ما تصابش، ما تروعش. قدروا المسؤوليه اللي انتوا فيها. ما ينفعش السيرك اللي منصوب في البرامج دي شتيمه في بعض. ما ينفعش الاتهامات المتبادله، ما ينفعش زرع الكراهيه اكتر من كده عند الجمهور كره القدم. قدروا المسؤوليه. مصر في لحظه خطر. اي حاجه ممكن تنفجر في اي وقت، وبنحارب ارهاب، وحضراتكم فاكرين وطلعتوا وقعدتوا تصرخوا وتقولوا ايه يوم الدفاع الجوي ال20 واحد ولا ال21 اللي ماتوا الله يرحمهم، قعدتوا تصرخوا تقولوا الاخوان اندسوا، ده الاخوان اللي عاملينها. اوكي، احنا دلوقتي بندي الاخوان ايه؟ بندي الارهاب ايه؟ بنديهم قنابل كل يوم، من فوق مش من تحت، من مجالس الادارات، من المسؤولين. ايه لعيب، لاعب ايا كان، هو ميسي لا مؤاخذه يعني، انا اسف انا ما اعرفوش، احنا بنتخانق على ميسي؟ ما كل اللعيبه عندنا شكل واحد، وادينا بنتفرج على كوره وبنشجع وبنعمل، والولاد دلوقتي الشباب بقوا بيروحوا للدوري الاوروبي والدوريات الاوروبيه والبطولات، وبيشوفوا فرق الكوره وفرق اللياقه وفرق الجسم والاخلاص والعلم والاحتراف والكلام ده. لعيب هتولعه في مصر عشان لعيب؟ ممكن لا قدر الله يصاب، لو اصيب هيقعد على الدكه ومش هيلعب، ويقعد 6 شهور مصاب، وممكن يقعد سنه، وممكن يبطل كوره لا قدر الله. طبعا لا اتمنى مكروها لاحد، لكن في الاخر ايه مولعين الدنيا على ايه؟ مولعين الدنيا على ايه؟ وطالع بقى اصوات يقول لك لازم الرئيس السيسي يتدخل. عيب، كفايه كده بقى. الرئيس السيسي هيتدخل في لعيب يروح الاهلي ولا الزمالك؟ ده المفروض وزير الشباب والرياضه نفسه مش المفروض يدخل، المفروض الحاجات دي بتحلها اللوائح والقوانين والمسؤوليه، الاحساس بالمسؤوليه. طيب، من الاحساس بالمسؤوليه او عدم الاحساس بالمسؤوليه الى مفاجاه جديده ما بتحصلش الا في مصر برضه، زي ما اللي بيحصل في الكوره ده ما بيحصلش الا في مصر، دي مفاجأة جديدة ما بتحصلش الا في مصر. فجأة كده، فجأة موقع الانتربول المصري، موقع الرسمي اللي محطوط عليه كل اللي مطلوبين من الانتربول المصري في الخارج، مطلوب القبض عليهم وتنفيذ احكام فيهم، بالاسم
بالاتهامات بالصوره بكل حاجه. فجاه كده اختفى واتشال اسم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعه والتجاره الاسبق في فتره حكم مبارك. وهو من هو رشيد؟ رشيد محمد رشيد اسم كبير جدا، عنده قضايا وعنده احكام، فجاه اتدلت الاسم مش موجود في الانتربول. الطبيعي الطبيعي دي الاسماء والصورات كل اللي مطلوبين من الانتربول المصري، عشان ده اعلان للعالم كله واجهزه الانتربول في العالم كله ولكل اجهزه الامن في العالم كله، لو سمحتوا لما اي واحد من دول يظهر عندكم لازم يتسلم في مصر لانه عنده حكم او عنده احكام مطلوب في مصر. فجاه زي ما بيحصل في مصر في احيان كثيره، فجاه اختفى الاسم، اتشال رشيد. خير خير، احنا ما بنتمناش مكروه لحد. اكيد يا جماعه الدوله تصالحت مع رشيد محمد رشيد واسمه اتشال من على قوائم الانتربول، يعني مش مطلوب القبض عليه، يبقى طبقا للقانون التعديل القانوني الاخير اللي هو كان من اسابيع او من شهور اللي طلعه مجلس الوزراء الموقر انه يجوز التصالح مع المطلوبين في القضايا ديت بعد ما يسددوا الفلوس او يتصالحوا مع الحكومه ومع جهاز الكسب غير مشروع بعد تعديل قانون جهاز الكسب غير المشروع، يبقى في حاجة. الطبيعي ان احنا نسأل. الغريب بقى ان محدش بيقول اي حاجة، كل الاطراف بتقول انها ملهاش علاقة بالموضوع. اذا ففي عفريت دخل على الموقع شال رشيد. ايه اللي حصل؟ انتربول المصري قال في اتصال من فريق الاعداد في هنا العاصمة، قال لهم ما نعرفش، ما لناش دعوه، ما نعرفش. يا عم انت يا باشا يا معالي الباشا يا سياده الباشا، ده الموقع بتاعكم انتوا اللي بتحددوا المطلوبين. ايه اللي حصل؟ اتشال ليه؟ يقول لك طب تعملوا مداخله، طب تيجوا تتكلموا، يقول لك لا لا مش هنتكلم. ماشي. الاعداد الزملاء الاستاذ خليل عوامي والزملاء سالوا النيابه العامه والكسب غير المشروع، ما هم دول الطرفين التانيين. الكسب ممكن يقول لك احنا خلاص مش عايزين منه حاجه، احنا تصالحنا معاه مثلا. جهاز الكسب غير المشروع اكد عدم رفع اسمه من القوائم اللي عنده في اتصال هاتفي او اصدار اي قرار بده. ادي الكسب غير المشروع، ادي الانتربول قال لك ملناش دعوه مع انه له دعوه، ده موقعه. ادي الكسب غير المشروع هنا اهو كده اهو، قال لا رشيد زي ما هو مطلوب لان عليه احكام لابد ان تنفذ، مفيش قرار صدر مننا واحنا الجهاز المسؤول برفعه. طيب النيابه العامه يمكن، يلا يا استاذ خليل، يلا يا اساتذه شوفوا النيابه العامه. النيابه العامه قالت ما عندناش نفس موقف الكسب غير مشروع، ما عندناش اي جديد في موضوع رشيد محمد رشيد. وجهاز الكسب غير مشروع رفض التعليق وقال انه ما عندوش اي معلومات عن ده. طب نشوف حد كمان يا جماعه، ما هي مصر دي ما فيهاش معلومات، وكنا لسه بنتكلم امبارح عن قانون الارهاب واول امبارح قانون مكافحه الارهاب، انك انت لو نشرت اي معلومه غلط عن تعد ترويع للسلم الاجتماعي هتيجي من قفاك طيب قلنا قانون تداول وحريه تداول وتدفق المعلومات، قال لك ما فيش، لسه ما فيش. طيب قلنا نسال، كله متكتم عليه، نسأل المحامي المحترم الدكتور جميل سعيد محامي المهندس رشيد محمد رشيد، يمكن عنده حاجة. هو بقى مش جهة مسؤولة يعني، ده محامي. ايه الأخبار يا دكتور جميل؟ في حاجة؟ قال لك مفيش أي حاجة. قال أنا ما أعرفش أي حاجة. ورفض تقديم أي توضيح، ما عندوش أي حاجة. طيب سريعا كده، المهندس محمد رشيد، رشيد محمد رشيد متهم في ايه؟ هو صدر ضده حكمين غيابيين لم يطعن عليهما حتى الان طبقا للمعلومات اللي عندنا. الحكم الاول بالسجن لمده 15 عام في قضيه الكسب غير المشروع وتغريمه هو وابنته مبلغ 522 مليون جنيه، ده حكم اولاني. الحكم الثاني السجن 5 سنوات في قضيه الاستيلاء على اموال صندوق تنميه الصادرات. كان في مصادر اتكلمت ومعلومات ان في مفاوضات بين المهندس محمد رشيد محمد رشيد والحكومة وجهاز الكسب انه يسدد مبلغ وغيره، وكان عرض نشر انه عرض 3 مليون جنيه تبرع
للجهاز على الجهاز، الجهاز قال له لا احنا ما بناخدش تبرعات، انت ترجع الفلوس، رد الاموال العامه اللي نحددها والكلام ده. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان القانون الجديد، قانون كسب غير مشروع الجديد بعد التعديل، اجاز التصالح زي ما قلت لكم مع المتهمين في قضايا الكسب غير مشروع حتى وان صدرت ضدهم احكام. طب قدامكم الموقع، اثناء الموقع اهو الناحيه دي العكس، في رشيد المهندس محمد رشيد، رشيد محمد رشيد مطلوب من الانتربول المصري، الناحيه الثانيه مش مطلوب من الانتربول المصري، اتشال ومحدش عارف ليه، محدش عارف ليه. معانا الاستاذ القانون البارز وعميد كليه الحقوق سابق الدكتور محمود كوبيش. مساء الخير يا فندم. خير يا استاذ مجدي، اهلا وسهلا. اهلا بكم، منور يا دكتور، ونحن نريد ان تساعدنا على فهم هذا اللوغاريتم او الغموض. تم رفع او حذف صوره واسم وبيانات المهندس رشيد محمد رشيد من على موقع الانتربول المصري، ولا توجد جهه في مصر تقول شيء. طيب بخبرتك القانونيه ودرايتك وعلمك يفسر بايه ده؟ لا طبعا انا لا افهم ذلك يعني من الناحيه القانونيه، لانه وضع الاسم بيظل حتى يتم اجراء معين يمكن من خلاله رفع الاسم. يعني هو الاجراء الان اما ان يصدر احكام او تصدر احكام بالبراءه، واما ان يتم التصالح وفقا للماده 18 مقررا به، أو وفقا لقانون كسب المشروع الذي لم يصدر بعد. لكن أنا يعني طبعا ليس لدي معلومات بهذا الشأن، ولكن ربما أستاذ مجدي في خطأ ما. إذا تم التصالح، وأنا لم أسمع عن التصالح مع السيد المهندس رشيد محمد رشيد، بالتأكيد بيسمح بإنهاء كافة الآثار المترتبة على الأحكام طبعا بعد إجراء إعادة إجراءات القضايا التي صدرت فيها أحكام، أو بعد إنهاء التحقيقات إذا كان هناك تحقيقات، بتنتهي الآثار المترتبة على ذلك. لكن على حد علمي أنه لم يتم تصالح بعد معهم، فربما المسألة فيها خطأ ما يعني. يعني الحالتين اللي ممكن يترفع منهم الاسم، فيهم الاسم، يا اما الغاء الاحكام او التصالح، وده ما حصلش الاثنين بالضبط. الحصول على احكام بالبراءه او على امر بألا وجه لاقامه الدعوه في القضايا اللي فيها تحقيقات اذا كان هناك قضايا لا زال يحقق فيها، او ان يتم تصالح وفقا للقواعد الجديده التي صدرت او اللي منتظر صدورها. طيب دكتور محمود، هل رفع اسمه من ناحية قانونية، القانون الدولي بقى، رفع اسمه وصورته وبياناته من على موقع الانتربول المصري، هذا يلغي التزام أجهزة الانتربول الدولية وأجهزة الأمن في العالم كله من ملاحقته؟ لا، ما هو أنا لا أعرف، ما هو إذا السلطات المصرية طلبت رفع اسمه، يعني رفعت اسمه من على قوائم الانتربول المصري وطلبت رفع اسمه من على النشرة الحمراء اللي خاصة بالانتربول الدولي، بالتأكيد الانتربول الدولي بيستجيب، لأنه لم يضع الاسم إلا بناء على طلب مصر. الانتربول الدولي لم يضع اسم أو لا يضع اسم أي متهم في دولة أخرى أو أي محكوم عليه إلا بناء على طلب الدولة المعنية. فبناء ذلك انه رفع الاسم ايضا لا يكون الا بناء على طلب الدوله. لا نعرف طبعا ملابسات ذلك، الذي يعرف ذلك المفروض السلطات المختصه او المعنيه. هل ربما في خطا ما يا استاذ مجدي؟ ما هو دكتور محمود لو في خطا كان اتصلح. ما هو انتوا تسالوا المسؤولين عن الانتربول المصري، هو اللي ممكن يعني لديه العلم يعني بالاتصال. اعتقد المساله ليس فيها لوغاريتمات، يعني من الممكن للانتربول المصري اذا كان لا زال الاسم محل ادراج او المطلوب ان يكون محل ادراج، انه يستفسر عن هذه الحقيقه، ودي دور النيابه العامه في الوقت الحاضر ايضا.
الوقف الاحتلالي، لان ذلك يتم بناء على امر من النيابه العامه. دكتور محمود كوبيش، هل عدم توضيح او عدم رد اي جهه من الجهات سواء الانتربول كله غامض بيقول مش هنعلق، والنيابه العامه وجهاز الكسب غير مشروع، وحتى المحامي الدكتور جميل سعيد، هل هذا يثير تساؤلات وعلامات استفهام؟ يعني هو لو خطا كان قالوا يا جماعه خطا وهيتصلح. هو انا لا اعتقد اطلاقا انه شيل الاسم تم هكذا يعني، او انه تم شيل الاسم بدون اجراء. اعتقد ان ثمة اجراء قد اتخذ يعني على حد علمي، على حد علمي يعني كالكافه يعني. لم يتم التصالح يعني مع اي من المتهمين حتى الان او المحكوم عليه يعني حتى الان، رغم ان القانون يحدد اجراءات التصالح وبيسمح بيها في الوقت الحاضر على الاقل في ضوء الماده 18 مقررا به، وقانون الكاس او مشروع قانون الكاس اللي اتوقع انه يصدر قريبا، وهذا امر يعني نتمنى ان ينتهي باسرع ما يمكن، الا انه على حد ما نسمع لم يتم التصالح النهائي مع اي من طالبي التصالح. اشكرك جدا الاستاذ الدكتور محمود كوبيش، استاذ القانون البارز وعميد كليه حقوق جامعه القاهره السابق. احنا نفسنا مش عارفين ايه يعني انا مش عارف اقول لكم اجابه، حتى الدكتور محمود كوبيش بيقول يبدو انه خطا، بس احنا بنقول لو خطا كان اتصلح. يعني احنا بحثنا في ال 18 صفحه اللي على الموقع اللي فيهم اسماء وصور وبيانات مصريين مطلوب القبض عليهم دوليا في الانتربول الدولي وتسليمهم لمصر، ما فهمش رشيد محمد رشيد. طب اذا كان خطا وما تصلحش يبقى في حاجه، واذا كان خطا كانوا الانتربول قالوا لا يا جماعه ازاي في الاتصال بتاعنا، معقولة المهندس رشيد مش موجود اتشال؟ اكيد خطا تقني. لا هيرجع فورا. لا ده قالوا مفيش معلومات، مفيش تعليق. جهاز الكسب قال رفض التوضيح، والتعليق قال انا ما عنديش حاجه جديده، النيابه العامه قالت ما عندهاش حاجه جديده، يعني مفيش تصالح ولا في براءه ولا الغاء احكام ولا القصص دي كلها. الدكتور جميل سعيد محامي قال ما عنديش تعليق، ما عنديش اي جديد، ما عنديش معلومات. يبقى في حاجه بالتجربه كده بالخبره، يبقى في حاجه. طيب في حاجه، وزي ما بقول الدكتور محمود كوبيش وانا احترمه جدا واحترم تقديره وخبرته وعلمه ورايه، قال اكيد مش هيتشال لما يكون في اجراء ما اتعمل، اجراء قانوني، لان احنا دوله برضو يعني دوله كبيره لازم يكون في اجراء قانوني. اوكي طب الاجراء القانوني اتعمل واتشال اسمه، طب ما اعلنش ليه؟ هو احنا ليه بيحصل في بلدنا ديت حاجات سريه كتير وناخد بالنا منها بالصدفه او ما ناخدش بالنا؟ كل دي تساؤلات في انتظار اجابات عليها من الاجهزه المسؤوله، من انتربول المصري، من جهاز الكسب غير المشروع، من النيابه العامه، من كل الجهات، منتظرين اجابات. هل هو خطا؟ واذا كان خطا غير مقصود لماذا لم يتم تصويبه سريعا؟ طيب واذا لم يكن خطا، هل تم اتخاذ هذه الخطوه باجراءات قانونيه؟ فلماذا لم يعلن عنها؟ ده سؤال. والسؤال الثاني فيها ايه لما نعلن عنها؟ ايه الازمه؟ مش احنا بنقول شفافيه ومصارحه مع الشعب ومع الناس؟ مش دي قضيه تهم الراي العام؟ فلوسه دي المال العام اللي انتوا بتقولوا عليها، اللي انتوا بتلاحقوا المتهمين بيها؟ طيب السؤال كمان المهم، ايه هي الاجراءات القانونيه؟ هل تم اختار انتربول الدولي برفع اسم او حذف اسم رشيد محمد رشيد من القوائم؟ دي كلها تساؤلات. ليس لدي موقفا ضد مهندس رشيد محمد رشيد، ولا موقفا ضد الانتربول، ولا النيابة العامة، ولا جهاز الكسب غير المشروع، ولا أي طرف. أنا عندي بس موقف واحد، أعتقد هذا حق لحضراتكم، حق ل 90 مليون مواطن مصري، أن نكون شفافين معه، بس نكون صراحة. خلاص مجدي متهم ما بقاش متهم، سيد متهم ما بقاش متهم، علي كان مش متهم بقى متهم، شلنا فلان لأن تصالحنا معاه مثلا لأنه دفع 5 جنيه، 5 مليون جنيه، 500 مليون جنيه، أي حاجة. خليكم صراحة مع الناس عشان الناس تبقى كمان خايفة على بلدها.
عشان تكون عارفة، عشان نحترمهم احترام المواطن، لأن كلنا بنشتغل عنده، كلنا بنشتغل عنده، مش زي محافظ الدقهلية لما قال ما بيشتغلش عند المواطن وما باخدش منه، لا لا أنت بتشتغل عند المواطن. في مع الزميل الدكتور محمد سعيد محفوظ في برنامج لازم نفهم منذ أيام، محافظ الدقهلية المحترم قال في مواجهة مواطن مصري بيشكو من ان مفيش خدمات ومرافق، مفيش ميه، مفيش ولا طريق ولا القصص دي كلها، قال لا محمد سعيد محفوظ بيقول له ما انت ما انت لازم تقول له انت بتشتغل عنده، قال له لا ما اشتغلش عنده، خدش اوامري، لا لا انت بتشتغل عنده. اوعى اوعى، مش ممكن. المواطن ده هو صاحب الفضل علينا بعد ربنا، صاحب الخير علينا كلنا، هو اللي مخليني بني ادم ومخليك محافظ، هو ده اللي بتشتغل عنده، هو ده اللي بتاخد مرتبك منه، هو ده اللي انا بحط لقمه في بق عيالي منه. انا شخصيا بشتغل في القطاع الخاص اهو، انا بشتغل عنده، انا بشتغل خدام عنده، ومش عايز اقول لك حضرتك خدام عنده، لا حضرتك يعني ما بتقبلش ده. حضرتك يا سيد يا سياده المحافظ المحترم انت والحكومه كلها بتشتغلوا عنده، بتشتغلوا عند المواطن. مهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بيقول ده، بيقول انا بشتغل عنده، والراجل عمال يلف وينهج ليل ونهار في كل حته. فمن غير اللائق انك انت يا سياده المحافظ تطلع تقول في برنامج لازم نفهم انا ما بشتغلش عنده، لا سيبها وروح قدم استقالتك، قول انا الراجل ده شكله كده مش عاجبني، والراجل مواطن ده ريحته عرق وغلبان وممكن يكون لابس لا مؤاخذه شبشب وقميص بخمسة جنيه، مين انا اللي اشتغل عنده؟ مين ده اللي انا اشتغل عنده؟ انا مش عاجبني الوضع ده. اوكي اعمل اي حاجه في الحياه، افتح شركه خاصه بقى وقول للناس انا ما اشتغلش عندكم، دي شركتك بقى، اقعد في البيت حقك. لكن انت في منصب تنفيذي مكلف بخدمه المواطنين والاستجابه لمطالبهم والإسراع بإنقاذهم، بتقديم خدمات ليهم، مرافق ليهم، بسماع شكواهم. يا أخي يا أخي اسمع شكوته وطبطب عليه حتى لو مش هتعمل له حاجة، إنما تهينه كده بقى محافظ الدقهلية وتقول له أنا ما بشتغلش عندك، هو أنت مين ومش مين؟ لا بتشتغل عنده، بتشتغل عنده. وأعتقد إن رئيس الوزراء يتفق معايا في ده، إن 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 هو نفسه رئيس الوزراء بيشتغل عنده، كل حكومات الدنيا كده بيشتغلوا عند المواطن. 90 مليون مواطن مصري كده بيلموا من الضرايب وأموالهم العامة، لأن دي مصر دي ملكنا كلنا مش ملك واحد. ربنا ما خلقناش وقال خد يا محافظ الدقهلية، الدقهلية دي بتاعتك. لا ده أنت بتخدم، اسمها خدمة. حتى لما بيطلع يقول لك إيه فلان دخل الخدمة وخرج الخدمة من الخدمة، يقول لك أنا خرجت من الخدمة. الخدمة العامة ان انا بخدم الناس. يا اخي لاقيني ولا تغديني. والملف السعد. حاضر يا استاذ خليل نطلع بريك، بس الموضوع ده مضايقني من ساعتها جدا، لانه لا ينبغي ان يصدر هذا التصريح على الهواء مباشرة من عضو في الحكومة المصرية. المحافظ هو عضو في الحكومة المصرية، والحكومة المصرية الحالية بتجتهد وبتتعب وبتبادر يعني قريبة من المواطنين، والوزراء بينزلوا ورئيس الوزراء بينزل قبليهم وبيسد ثغرات وبيتعب، ورئيس الجمهورية ليل ونهار يقول نشتغل ونعمل والمواطن وخلوا بالكم الغلابة والكلام ده، فمش المفروض حضرتك تكون بره السرب. طبعا طبعا حضرتك زي ما اتهمت الدكتور محمد سعيد محفوظ وبرنامج لازم نفهم بأنه زقين عليك حد، وده والراجل ده مش فاكر اسمه محمد ولا أحمد المواطن من الدقهلية، انهم زقينه عليك وانه ده مزقوق عليك، وان احنا بقى بنجيب الضيوف اللي بيقعدوا المواطنين وبنجيب التليفونات زي ما كان بيتقال زمان وبنكون مأجرينهم يعني. لا عيب عيب الكلام ده يتقال عن الاعلام المصري، ما عادش ده بيحصل والله. ده مواطن بيجي في الاستوديو في برنامج لازم نفهم، والبرنامج بدأ في سي بي سي اكسترا بالمفهوم ده، ان المسؤول موجود على كرسي والمواطن قدامه، والاثنين يتناقشوا نقاش ايجابي. من حق المواطن ان يكون هنا، من حقه يتكلم ويقول بحريه تامه، رئيس الجمهوريه بيسمعه.
ورئاسة الجمهورية في أكتر من مرة استجابت لحاجات من البرنامج ده، ورئاسة الوزراء المهندس إبراهيم محلب استجاب لحالات كتيرة وحل مشاكل من البرنامج ده. خلي الناس تقول، مش تيجي تقول له ما بيشتغلش عندك، لا بتشتغل عنده. وهنطلع فاصل. اهلا بكم من جديد في هنا العاصمه. اللي جاي ده مهم جدا جدا. اول امبارح، واتكلمنا عن القضيه دي امبارح وكل الناس بتتكلم عنها، اول امبارح تم القبض على صحفي زميل في صحيفه التحرير الموقره اليوميه المصريه، الزميل اسمه احمد رمضان. تم القبض على احمد رمضان اثناء تغطيته لجلسه قضية التخابر المتهم فيها الدكتور محمد مرسي الرئيس الأسبق لمصر، رئيس المعزول. وأثناء الجلسة تم القبض عليه، وكل الدنيا واتنشر في كل حتة أنه زميلته الأستاذة أماني الأخرس الصحفية في صحيفة اليوم السابع الموقرة هي اللي أبلغت عنه ووشت بيه لضابط من الداخلية أو من الأمن الوطني وقالت له ده إخوان، فتم القبض عليه وتم ترحيله من المحكمة، من قاعة المحكمة، وقعد ساعات طويلة مختفي ومحدش عارف هو فين. ثم وتدخلت نقابة الصحفيين وتدخل صحفيون كثيرون واتصالات بالداخلية ما يعرفوش فين، لغاية ما عرفوا ان هو في الامن الوطني او في اسم ما، ما عرفش التفاصيل قوي لان التفاصيل الدقيقة دي تعرفها الداخلية اكيد. وتم القبض على احمد وظل بات ليلة في الحبس او متحفظ عليه او مقبوض عليه او مختطف زي ما ناس قالوا ان مفيش اذن نيابة ولا غيره، حتى افرجت عنه النيابة العامة أمس، أخلت سبيله بكفالة 5000 جنيه على ذمة قضية. الدنيا قامت واتهمت أماني الأخرس بأنها وشت بزميلها وأنها عملت عمل صعب وصفه. أنا امبارح نفسي ما كنتش مصدق، أول امبارح ما كنتش مصدق، واتكلمنا امبارح وقلت إن احنا كصحفيين مدانين في هذه الواقعة، وأيضا وزارة الداخلية مدانة، لأنه ما يتمش بمجرد كده حد يقول ده إخوان فيتمسك ويتقبض عليه وبعد كده ما نعرفش هو فين. طب كان ممكن يتاخد اسمه وتتعمل عنه تحريات، هل هو مرتكب حاجة؟ هل هو متهم في حاجة؟ هل هو بيعمل حاجة غلط؟ ده الراجل بيمارس شغله معاه كارنيه صحيف والقصة دي كلها. ما ينفعش نسيب الأمور لقيل وقال، وما ينفعش ما نسمعش الناس كلها. علشان كده النهارده في البرنامج في هنا العاصمه بنشوف اللي حصل من الطرفين، من الطرفين، الاستاذه اماني الاخرس الصحفيه في اليوم السابع والاستاذ احمد رمضان. ومن حق الاثنين يتكلموا، ومن حق حضراتكم تسمعوا وتقدروا وتقيموا وتحكموا، كل واحد ياخد رايه، انا لا افرض وصايا على احد. انا دورنا هنا ان احنا نجيب الاثنين يتكلموا عن هذه الواقعه. معانا الأستاذة أماني الأخرس الصحفية في صحيفة اليوم السابع الموقرة. مساء الخير يا أستاذة أماني. مساء النور يا أستاذ مجدي، ازي حضرتك؟ أهلا بك يا أستاذة، وأنا هسمعك، يعني أنا هسمعك تحكي لي اللي حصل، وهيكون معانا الأستاذ أحمد رمضان عشان تبقى عارفة، وأنتوا الاتنين طرفين في قضية هزت الرأي العام كثيرا وهزت الوسط الصحفي وأثرت أيضا على صورة الداخلية سلبا. قولي لي ايه الموضوع يا أستاذة أماني، وهذا من حقك أن تتكلمي، ويمكن أول مرة هتتكلمي. فعلا دي أول مرة يعني بطلع أتكلم على الهوا كده. طيب الأول طبعا أنا وزميلي أحمد رمضان مفيش أي خصومة بيني وبينه. أبتدي بقى لحضرتك بداية من الواقع، معلش أنا هطيل على حضرتك شوية في الكلام، بس حضرتك طبعا اديتني مساحة من الوقت، أنا شاكة جدا. أولا أنا دخلت المحكمة بعد احمد رمضان، يعني ما دخلتش معاه. مين اللي دخل معايا؟ زميل من الوفد، زميله من المراقب، زميل من مصراوي،
صدى البلد، قناة صدى البلد دخل معايا في نفس الأوتوبيس اللي دخل دي من على البوابة. أنا وزميل محمد موسى بتاع الوفد اتقابلنا صدفة في الطريق وداخلين مع بعض. اللي حصل إني أنا لقيت الضابط اللي هو المفروض اللي مسؤول على الخدمة ساعة البوابة اللي بره خالص، يا أستاذة فين تصريح حضرتك؟ التصريح حضرتك اللي هو اللي معمول أساسا من الهيئة نفسها اللي أنا هعرف، معلش يا أستاذة أمان، هعرف السادة المشاهدين الإجراء اللي بيحصل مع الصحفيين في الجلسات المهمة دي. هيئة المحكمة نفسها بيتقدم لها طلبات من الصحف بتوقيع رئيس التحرير إن فلان وفلان 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 مكلف بتغطية هذه الجلسات ويتم اعتماده ويطلع له تصريح، تمام؟ وبعدين الجلسة دي تحديدا كانت جلسة مختلفة عن بقية الجلسات، طبعا هي جلسات مهمة، ده المعزول. كمان الحضور الأهالي ابتدى يعمل شوية قلق في أكاديمية الشرطة وأهالي وتفتيش وتكثيف حاجات كده يعني. طبعا بالنسبة دي جلسة يعني مش افتراضات الإخوان والمعزول بيتحكم فيها. اللي حصل طبعا معايا إن أنا سألت على التصريح، طب حضرتك يا فندم أنا اسمي مقيد في الكشف، حضرتك ممكن تطلع عليه. طبعا الضابط مشكورا كان معايا الزميل بتاع الوفد اطلع يعني، فداني الكارنيه بتاع التصريح اللي انا بدخل بيه من على البوابه. دخل طلع معايا ورايا الزملاء الباقيين اللي قلت لحضرتك عليهم. دخل ممكن نحاول نعلي الصوت شويه يا جماعه، انا مش سامع اماني قوي. انا مش سامع قوي، اتفضلي يا استاذه اماني. دخلت طبعا بالاتوبيس، انت عارف حضرتك ان المسافه بتبقى طويله من البوابه الخارجيه لحد كمان القاعه بتاعت المحكمه، ده بيبقى فيها مسافه يعني. تامينات، دخلت لحد عند باب القاعه تحديدا، برضو بنتفتش على جهاز تاني يعني، احنا بنتفتش مرتين مش مره واحده. دواعي امنيه، لقيت الامن اللي قاعد من فضلك اسمك ثلاثي. طب حضرتك انا الكارنيه بتاعي اسمي فيه ثنائي، يعني حضرتك لما هتدور عليا هتدور عليا بالاسم الثنائي، من فضلك احنا عايزين اسمك الثلاثي. طب يا فندم حضرتك انا اسمي الثلاثي كذا كذا، اتفضل. شاف التصريح اللي معايا وعديت طبعا من على الجهاز بشنطتي، سالوني على الكاميرا اللي معايا لاني طبعا انا بس يعني معايا كاميرا اللي هي الحديثه اللي بتبعت على طول وانا بكتب عليها اخبار طبعا الموقع وكده. فطلعت الكاميرا طبعا قبل كمان ما تدخل على الجهاز، يا فندم الكاميرا بتاعتي ايه؟ طب اتفضلي. زي بقيه الزملاء ودخلت. دخلت لقيت احمد موجود والناس تشهد على كده، يعني احمد موجود قبلية. انا ما اعرفش بقى احمد داخل بتصريح مش داخل بتصريح، يا جماعه انا مش بنجد. انت الاول عشان نعرف خلفيه، انت واحمد اشتغلتوا مع بعض في اليوم السابع؟ احمد كان زميلي في اليوم السابع بس يعني زماله عاديه خالص، كنت بشوفه في اوردرات صدف يعني، لما نتجمع انا وهو في اوردر خلاص احمد زميل في اوردر زميل. مفيش اي خلفيات عن خلاف بينكم او موقف تشابك او اي حاجه؟ لا اطلاقا اطلاقا. تمام، زميل عادي. زميل عادي جدا. كملي يا استاذه اماني. ازيك الله يسلمك، عامله ايه؟ ولسه متقابل يعني، اتقابلنا انا واحمد اكتر من مره في اكاديميه الشرطه الفتره اللي فاتت. اللي حصل كالتالي، دخلت طبعا لقيت احمد موجود وبيصوروا ناس عادي جدا، حتى الامن قال لي ايه طب ممنوع تصوير الاهالي. قلت له يا فندم حضرتك على فكره انا بصور الاهالي لاني المحكمه سمحت بدخول الاهالي فده خبر. طيب فشويه وكان معايا. هل الضابط الموجود او الضباط بينتموا لجهاز امن الوطني؟ حضرتك بقى اللي لازم الناس كلها تعرف ان المحررين كلهم بلا استثناء ما يعرفوش مين هم ضباط الامن الوطني اللي بيبقوا موجودين. كله لابس ملكي يعني مدني. يا فندم احنا ما نعرفهمش وما بنتعاملش مع حد غير احنا كصحفيين مع بعض او مع المسؤول عن امن القاعه. تمام، كملي يا امان. انا طبعا دخلت طبيعي جدا ان انا يعني عادي يا جماعه، ازيكم يا جماعه، زي ما بنتكلم على بعض. عملت حاجه، نزلت كرسي الجلسه اللي هو موجود في نفس القاعه اللي هو فوق كده وانا تحت، يعني الصوت واصل والناس شايفه. يا فندم ازيك يا استاذ حمدي اخبارك ايه كده يعني. قلت له من فضل حضرتك بس ممكن تجيب لنا، انا يعني انا المفروض ان انا عندي حساسيه وما بوصل، بكون خلاص عايزه اشرب حاجه ده حقي، من فضل حضرتك بس ممكن حد يجي لنا من جوه بس يجيب لنا حاجه او كده، حاجه تشربوها، حاجات عاديه احنا حاجات عاديه، ميه شاي حاجه. تمام. لا هو شاي، الميه بنجيبها بصراحه من الكافيتيريا بره بس احنا انا محتاجه شاي. تمام. طيب فوقفت يعني عايزه اساله، طب هم النهارده طب يعني طبعا في شهود، طب هم واحد ولا اثنين؟ عشان تعرف حضرتك ان احنا بنقعد وقت طويل طبعا في الجلسه وعايزه اعرف هم ممنوعين طبعا من التصوير. اسئله عاديه انا بسالها دايما
بسأل في شغلي دايما. انا كده مش محدش هيمنعني ان انا اقف مع سكرتير الجلسه اللي انا في مكان شغلي. تمام كملي كملي. رجعت ورا قعدت مفيش، خدت طبعا شنطتي يعني قلت هروح اجيب ميه وكده. سبحان الله انا خارجه لقيت الزميل اسلام الجوهري من عند كان زميل في الوطن. قلت له يا اسلام تعالى معايا يلا هنجيب ميه. دخلنا جبنا ميه انا ولقيت زملاء تانيين. رجعت انا والولد. بص بقى حضرتك طيب يعني بلاش تفاصيل مفصله، خشي لي في الموضوع. لا انا رجعت انا والولد وطلعنا قعدنا فوق يعني شويه كده في المدرجات اللي هي العاليه. لا معلش ما انا لازم انسر عشان الناس يعني يا جماعه لازم نفهم يعني حضرتك بتقول من شويه لازم نفهم. فطلعت فوق فلقيت زمايلنا المصورين طالعين بره والرائد اللي هو مسؤول عن امن القاعه. انا كنت لسه بقى يا دوبك اهو شايفاه. ايه يا جماعه بشاور لهم يعني فيه. قلت خلاص عادي تلاقيهم رايحين يجيبوا ميه بقى ولا رايحين يجيبوا حاجه قبل الجلسه ما تبتدي. فعلا وانا نازله كده لقيت زميله فاضله من جورنال كبير وزميل يا استاذ يا اماني. قلت لهم نعم. قالوا لي ده كان بيسال على اليوم السابع والوطن. مين يا جماعه الامن؟ طب ايش اليوم السابع والايه والوطن؟ والوطن ليه بقى؟ تقريبا عرفت بعديها ان هو تقريبا الامن خرج كل المصورين عشان يستعلن تقريبا عن تصريحاتهم وهويتهم وكده. وانا واسلام كنا في الكافيتيريا فلما جينا قعدنا فوق فالامن ما خدش باله فقالوا لي ده الامن بيسال. الامن شافني دخل يعني وانا داخله ضابط جالي استاذه. قلت له نعم. قال لي هو احمد رمضان كان شغال معاك في اليوم السابع؟ قلت له كان معايا في اليوم ده. الضابط اللي بيسالك؟ الضابط تمام تمام كملي. على فكره يا استاذ مجدي انا ما خفتش الموضوع. انا كنت ممكن هو انا كان ممكن انكر بس انكر دي انا ما عملتش حاجه. طب كملي يا استاذه اماني كملي. قلت له حضرتك احمد كان زميل في اليوم السابع. قال لي طب كان فيديو ولا فوتو؟ فوتوغرافيا يعني؟ قلت له لا احمد كان في قسم الفوتوغرافيا. طب مشي ليه من عندكم؟ قلت له حضرتك مشي يعني عادي زمايل كتير كان معانا في زمايل مشوا. انا مش مختلطه قوي وطبعا بحكم ان انا يوميا في محاكمات اكتر وكده فمش ماليش علاقه. انا بشوف احمد كده ماليش دعوه راح فين جه منين كده بس شكرا. رجعت الجلسه اشتغلت. بص قعدت انا وزميلي اسلام جنب بعض خدنا الصفوف الاوليه علشان احنا طبعا بنجيب كادر من تحت شويه ما نضايقش القنوات الفضائيه. لقيت بفتح الكاميرا عادي زي ما انا صورت شويه فعايز اكتب يعني الخبر وابعته. لقيت اثنين ضباط واقفين جنبي واسلام الجوهري يشهد على كده. اثنين ضباط واقفين تحت طبعا عشان طبعا كان في شاهد المفروض ما يتصورش. اقفلي كاميرتك. قلت له طب حضرتك انا ببعت شغل للجورنال. قال لي يا استاذه من فضلك والجلسه شغال. قال لي من فضلك اقفلي كاميرتك. فانا طيب حاضر ده تعليمات امنيه. قفلت الكاميرا وحطيتها في الشنطه دقيقتين كده وبعدين قلت طب انا عايزه ابعت شغلي انا كده انا لها يعني انا كده بخسر وقت. طلعت لقيت مسج جاي لي على الواتساب. هو احمد ايه اللي حصل معاه؟ بيقولوا ان هو اخوان والامن خده. ضحكت كده قلت لهم في ايه ده ايه اللي بيحصل يعني. فبصيت جنبي فعلا ما لقيتش غيري انا واسلام. اماني بيقولوا انت بلغتي عن احمد؟ بلغت. فانا ضحكت كده قلت لهم ايه ده هو انا عيله صغيره هعمل كده واعمل كده ليه؟ احمد زميله بشوفه دايما. بس يا جماعه على فكره انا ضابط سالني احمد كان معاكم ولا لا وحصل كذا كذا. قالوا لي سالي؟ قلت لهم بس الموضوع بالنسبه لي كده انت. قال لي طب يعني اطلعي شوفي الدنيا. قلت له خلاص هو كده كده بيستمعوا لشاهد امن وطني وانا كده كده مش هينفع اصوره او اكتب فخلاص انا هطلع بره فهشوف الدنيا. طلع وواقف زميل من الوفد اسمه احمد. بس والله انا ما عارفه اسمه احمد ايه. يا جماعه الامن من فضلكم انا يعني عايزين الضابط اللي مسؤول عن القاعه عايزاه لي. طب معلش اختروه بس على الجهاز. طيب ان احنا يعني عايزين نساله على حاجه. انا كل ده بقى ما عنديش تفاصيل تانية يعني انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل بره. قال لي طيب انت لو يعني انتوا لو عايزين علشان خاطر زميلكم زميلكم داخل اصلا من غير تصريح. بصي احنا كاتبين اسمك ثلاثي. طيب ماشي ما انتوا فعلا كتبتوا اسمي ثلاثي. طيب طلعت طيب بره. الضابط صراحه طبعا كان يعني جه فيا فندم هو ايه اللي بيحصل مع احمد؟ رد عليا قال لي لا زميلكم داخل من غير تصريح. طبعا انا طلعت لاحمد. هو من غير تصريح كانوا خرجوه لكن يقبضوا عليه؟ لا تصريح الاخضر اللي هو بتاع القاعه نفسها بقى. انا دي يا استاذ مجدي انا يعني انا قاعده برضو بستوعب انا مش فاهمه في ايه. يعني حضرتك ما قلتيش لسكرتير الجلسه ان ده اخواني؟ يا استاذ مجدي ايه علاقه سكرتير الجلسه بالصحفيين؟ انا لو بنخطر مثلا ماشي نقول امن.
طب في مفارقات، الناس بتقول ان انا قلت سكرتير الجلسه، وناس بتقول ان انا قلت الضابط. ضابط الامن الوطني يا جماعه احنا ما نعرفش مين الامن الوطني. طيب طيب كل الناس طيب تشهد على لماذا لماذا قال البعض، انا بس ما شفتش المحضر، ان اسمك ورد في محضر الشرطه انك انت ابلغتي عنه؟ ده مش صح، وانا رفضت اعلق بقالي يومين ان انا منتظره المحضر يطلع. انا اسمي، الناس النهارده ناس طلعت تقريبا على المحضر هناك، انا اسمي يا استاذ مجدي مش فيه، ولو اسمي فيه احمد ما كانش خرج من النيابه غير لما النيابه استدعتني. معنى ان احمد يخرج من النيابه من غير النيابه ما تستدعيني، اذا انا اسمي فعلا مش موجود. طب ما يمكن، خليني اطرح معاكي تساؤلات، ما يمكن الامن ما حطش اسمك عشان ما يعملكيش مشكله؟ ما فيش حاجه اسمها كده يا استاذ مجدي، ده بلاه. وبعدين ما ينفعش، احنا ما بنتعاملش بالشكل طيب. ده لا، في بلاغ. انا دلوقتي مستند، يعني يا جماعه مستند رسمي، زميله بلغت وابلغ ليه يا استاذ مجدي؟ يا طيب. استاذ مجدي احنا بنتعامل. استاذه اماني، ممكن استاذن حضرتك تخليكي معايا؟ طبعا، ما تقفليش، ونسمع الاستاذ احمد رمضان. بس على فكره انا ما كملتش مع حضرتك، وحضرتك قلت لي ان انت هتسمعني بس. طبعا. حاضر يا فندم، هتكملي والله؟ طبعا طبعا. حاضر حاضر، انت قلت لي الواقعه الرئيسيه هتكملي حضرتك. نسمع الاستاذ احمد رمضان الصحفي العزيز في صحيفة التحرير. بقول له مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم. أولا الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا أستاذ مجدي. في البداية أنا بحب أشكر كل من وقف جنبي في هذه الأزمة، كل من حضر سواء في النيابة سواء عند الاسم سواء اللي عمل وقفة حقيقية أمام النقابة سواء اللي احتفلوا بيا بعد خروجي. ده شكر واجب ومحترم. استاذ احمد. ايوه استاذ. انت سمعت يا استاذ احمد اللي قالته الاستاذه اماني الاخرس؟ ايوه فندم. طيب ايه تعليقك وايه اللي حصل؟ بص، هو يعني انا هحكي لحضرتك اللي حصل بالظبط معايا انا شخصيا. تمام. انا كنت مكلف من قبل اداره التحرير ورئيس قسمي بتغطيه محاكمه مرسي و10 اخرين في اكاديميه الشرطه. بناء عليه توجهت الى اكاديميه الشرطه صباح يوم الاحد للبوابه المخصصه لدخول الصحفيين، هي بوابه رقم 3. تمام. تقدمت بالكارنيه بتاعي بتاع الصحيفه، وانا عارف التعليمات، احط الشنطه بتاعتي على السير بتتفتش، لو في بعض القضايا بتقوم بتصريحات وفي بعض القضايا ما بيكونش فيه تصريح. يعني في قضيه بتدخلها بكارنيه جريده وفي قضيه لازم تصريح خاص. حضرتك لو بيتسجل الاسماء مين دخل الاكاديميه في اليوم ده. تمام. انا يوم الخميس الماضي اللي هو كان موافق يوم 13، انا كنت متواجد داخل اكاديميه الشرطه بغطي وقائع او النطق بالحكم في قضيه ترحيلات عربيه ابو زعوي. تمام. فورت القضية وخرجت من المحكمة وبعت الشغل للجورنال، والشغل نزل في الصفحة الأولى يوم الجمعة. تمام. ما كنتش داخل بتصريحات. أنا بالظبط في القضية دي دخلت حطيت الشنطة بتاعتي على السير. تم فرد الشرطة اللي واقف قال لي دي كاميرا، قلت له قال لي ممكن تفتح الشنطة، قلت له اتفضل. فتحت له الشنطة شافها قال لي تمام اتفضل، الاتوبيس موجود اهو، اركب في الاتوبيس. يعني سمح ليك رسميا تدخل الجلسه؟ بالظبط كده. انا حضرتك لو الموجود قال لي انت ليك تصريح او سالني على تصريح او كان قال لك مع السلامه. ايه يا فندم؟ كان قال لك مع السلامه، ممنوع دخولك. وانا كنت على الفور وكنت اخد بعضي وامشي. صح. بيحصل معانا في بعض القضايا، وحصل معانا مليون مرة. مالكش تصريح، سلام عليكم وخلاص. كمل اسرع شوية، يلا يا استاذ احمد. فدخلت انتظرت في الاتوبيس، بعد شوية الاتوبيس ما اتحركش الا لما جاء زميل تاني من قناة العربية. الاتوبيس ابتدى يتحرك بينا للقاعة جوه. تمام. المعروف عليه جوه القاعة في دولاب امانات للموبايلات اوتوماتيك، احنا عارفين انا بروح بسلم موبايلاتي للدولاب دوت قبل ما اخش اتفتش تاني. تمام.
دخلت سلمت الموبايلات بتاعتي للدولاب دوت، ودخلت على السير مرة تانية بالداخل وسجلت اسمي رباعي والجريدة اللي انا جاي اغطي اليها. تمام. بعد ما سمح لي بالدخول دخلت حطيت حاجتي وخرجت تاني للسوبر ماركت اللي انا اقدر اجيب منه الشاي واقدر اجيب منه النسكافيه واقدر اجيب منه الحاجة الساعة والمية وكل حاجة. احنا ما بنخرجش حاجة من اي فرد في القاعة سواء من المحكمة او افراد الشرطة، احنا بنخرج نجيب حاجتنا وبنخش وبيسمح لنا ان احنا نخش بحاجتنا ونخرج بيها تاني. يعني الاستاذة اماني الاخرس قالت انها طلبت من سكرتير الجلسة حاجات تشربوها، انت بتقول ان لا ما بتطلبوش، متعودين ما بتطلبوش من حد في المحكمة خالص. يا فندم سكرتير الجلسة دوت هو ليه يكتب السادة صح. المحامين اللي حضروا يثبت اقوال انما ما يطلبليش شاي. تمام. هو مش بوفيه عشان يطلب لي شاي، انا بطلب الكافيتيريا ورا فيها شاي. تمام. يعني انا اخرج اجيب شاي بتاعي؟ طب ما انا خرجت جبت ميه وجبت بسكوت ودخلت قعدت اكلته في القاعه. تمام. وانا داخل مره اخرى الضابط بيقول لي انت مسجل اسمك؟ قلت له ايوه يا فندم انا مسجل اسمي عندك، انا كنت بجيب حاجات من السوبر ماركت وداخل. قال لي اتفضل. وبعدين فوجئت بدخول المتهمين العشرة عشان القفص وابتدينا نصور فيه، وانا بصور كانت الزميلة اماني جت وكانت واقفة بجواري تماما وانا بصور. تمام. انا كنت مكلف من الجورنال ان انا اصور فيديوهات واصور فوتوغرافيا. تمام. صورت، الاستاذة اماني كانت واقفة جنبي، خلصت انا شغلي اتفضلت بالجلوس مستني وقاعة الجلسة تبتدي عشان اخد الصورتين بتوعي واطلع ابعت شغلي وانصرف لو هنصرف او اشوف المحرر هيقول لي ايه، لان انا بتحرك عن طريق محرر. صح. لان هو ادرى بوقاعة الجلسة مني. صح بيحصل، احنا في المهنة وعارفين المحرر بيبقى مع المصور يقول له نعمل كذا نعمل كذا. طبيعي كمل. بس فضلت قاعد، فوجئت بالسيد الرائد المسؤول على تأمين القاعة وهو مش أول مرة يشوفني وأنا مش أول مرة أشوفه وإحنا بنتقابل على طول في جلسات محاكمات أكاديمية الشرطة. لقيته بيقول لي يا أحمد تعالى عايزك بره. تمام. خرجت معاه في البتاع بره بيقول لي أنت داخل إزاي؟ قلت له أنا داخل زي الناس، أنا داخل من بوابة رقم 3 تفتشت مرة وتفتشت مرة واثنين وثلاثة. ودخلت القاعة. قال لي لا انت ما دخلتش وما فيش تصريح ليك. قلت له يا فندم انا لو ماليش تصريح طب ما انا كنت مشيت، انا ايه اللي هيخليني اخش؟ انا ما قابلتش حد سالني على تصريح. انا والاسم بتاعي متسجل رباعي. واتفضلت وكان معايا البطاقه بتاعتي متسجل من 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 وقعها. بص يا استاذ احمد، بص يا استاذ احمد، عدي النقطه دي لانها منطقيه. انت لو هم بيدخلوا بتصريح وما معكش تصريح ما كانوش دخلوك خالص. خلاص اصلها واضحه، انت عديت على بوابتين. تمام. كمل يا احمد، كمل يا حبيبي. يعني الموضوع الموبايلات ده، طب انا اللي خليني اروح للضابط على كده يقول لي اتفضل روح دور موبايلات؟ لا انا عارف ان في موبايلات بتتسلم فروح اسلم موبايلاتي. وحضرت يعني جلسات كتير وعارفك الضابط. كمل يا حبيبي. يا فندم انا اشتغلت سنه كامله في اليوم السابع، اليوم السابع كان بيبعتني محاكمات، كان بيبعتني حاجات للرئيس السيسي اصورها، كان بيبعتني. طيب اشتغلت. خش بقى، خش في الموضوع يا احمد، خش في الموضوع وبعدين. بس ففوجئت بالسؤال انت ازاي دخلت؟ فقال لي طب انت كلمت ليه المتهمين في القفص؟ قلت له يا فندم ما كلمتش متهمين في القفص، انا حافظ القواعد، انا ماليش دعوه باي حاجه، جاي اشتغل واخد بعضي وامشي. حضرتك عندك كاميرات جوه القاعه تقدر تثبت انا كلمت متهمين ولا ما كلمتش؟ صح. فقال لي طيب ماشي. اخذ مني البطاقه سالني على موبايلاتي، قلت له موبايلاتي في دولاب الامانات. قال لي هات الرقم اللي انت اخده. اخده فعلا وراح جاب الموبايلات. كان يوجد ضابط اخر لابس زي مدني، انا ما اعرفش الضابط ده هو امن وطني او تمام. باحث او ايه، انا ما اعرفش، ما اقدرش اقول. تمام.
لقيته واقف معايا بيبتدي يحقق، بيبتدي افتح له التليفون عشان يفتش فيه. انا فتحته وانا ما فيش اي قلق ولا في اي خوف، لان انا واثق من نفسي الحمد لله. ولا اي انتماءات سياسيه. فتحت له التليفون فتش فيه، قعد يبص لي قال لي انت ليك انتماء سياسي؟ قلت له لا يا فندم انا ماليش اي انتماءات سياسيه. قال لي طب انت بتطور الشغل بتوديه حته؟ قلت له لا ما بوديهش حته، انا بوديه الجرنومي مكلف بيه. فقال لي طيب ماشي. كان الرائد دخل القاعه وخرج تاني. راح اخد سياده الضابط ده على جنب وكلمه قال له انا دخلت القاعه، يعني في كلام انا سمعته. قال له الولد كان في اليوم السابع ومشى، وكان بياخد فيديوهات يديها للاخوان. قال له مين اللي قال له؟ انا بامانه ما اديتش اهتمام وبعدت عشان ما يقولوش اللي انا بتسلط عليهم، او يعني انا بعدت. هي الأستاذة أماني نفسها بتقول إن هو جه سألها فعلا، دخل القاعة سألها. ما أيوه يا فندم، بس القاعة ما فيهاش الأستاذة أماني بس من اليوم السابع، القاعة فيها محرر من اليوم السابع ومصور فوتوغرافيا من اليوم السابع. ليه الأستاذة أماني اليوم السابع هو اللي سألها؟ تمام. طب ما في فردين تانيين، طب ما في كان الأستاذة خديجة من جريدة الأخبار، كان في الأستاذ عز من جريدة الأخبار، الأستاذ محمد ناصر من جريدة الأخبار. وبعدين يا أحمد؟ بس يا فندم قال له انك انت كنت بتشتغل في اليوم السابع وبتاخد الفيديوهات توديها للاخوان. فيديوهاتها هي كمان. وقفت على جنب. بتاخد فيديوهاتها هي؟ اللي هي بتصورها. يعني مش فيديوهاتك انت في اليوم السابع، لا ده فيديوهات اماني الاخرس. تمام. فضلت واقف معاه، قال لي يا ابني اهدى انت ما تقلقش، موضوع بسيط، احنا عايزين نعرف انت دخلت بس هنا ازاي، وهنخلص يعني مكالمتين وموضوع. انت قلت له يا فندم انا جاي من قبل جريده التحرير، اقدر اديك رقم رئيس التحرير تكلمه وياكد لك اللي انا هو اللي باعتني. قال لي طيب، وبالفعل اخذ رقم التليفون في ورقه واخذ بياناتي في ورقه، وكانت معاه بطاقتي انا اسف عمرا، وفضل يعمل تحليل كل شويه، بيجي يسالني سؤال انت ساكن فين؟ طب انت عضو نقابه ولا لا؟ طب اقعد استنى، ما تقلقش، ما تتكلمش كتير، ما تخافش، انت متوتر ليه؟ كان معايا بعض الزملاء طلعوا من الجلسه وقفوا معايا بره تضامنا معك او اطمئنانا عليك. تمام. وكان معايا زميل من جريده التحرير واقف معايا المحرر. طيب هل بيتابع القصة نقطة بنقطة يعني؟ خدوك بعد كده فين يا أستاذ أحمد؟ ما لسه هنا ما خدونيش يا فندم، أنا قعدت فترة طويلة، الضابط ده اختفى وسيادة الرائد اختفى، ثم ظهر سيادة الرائد مرة أخرى وقال لي تعالى يا أحمد عايزينك. رحت معاه فعلا، لقيت سيادة نقيب جاي يستلمني عشان أترحل على اسم. الزملاء كلهم جايين ورايا بيقولوا له انت مودي احمد فين؟ احمد مش هينفع يمشي من وسطنا. قال لهم يا جماعه هو لازم يمشي، هيروح يسال سؤالين ويطلع من القسم. هو رايح، انا اللي اقدر اساعدكم بيه، هو رايح قسم تاني القاهره الجديده. ففعلا انا توجهت مع الضابط لمكان للامن الوطني. تم استجوابي في الامن الوطني عن طريق دخولي. وانا جهاز الامن الوطني. تمام. لم يتم توجيه، انا لم اوجه اتهام لاماني الاخرس في اي شان يخصني. هل سيره اماني الاخرس جت في اي محضر في الاتحاد سواء النيابه او الامن أنا الوطني؟ انا سالت عليها وانا في الامن الوطني. اتسالت ايه بقى؟ ليه امان الاخرس بتقول عليك كده؟ قلت بتقول عليا ايه يا فندم؟ لا. قال لي لا 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 استنى، النقطه معاك. دي ما تعديش معاك يا فندم. قول لي يا استاذ احمد بشكل قاطع وحاسم، سالت في جهاز الامن الوطني اثناء التحقيق معاك قالوا لك ايه حرفا عن امان الاخرس؟ اتسالت بالنص، انا قلت اسمي وقلت بياناتي وقلت انا شغال فين وشغال من امتى وازاي واشتغلت في الفتره الفلانيه فين
طب يا انت ليك انتماءات اخوانيه؟ انا ماليش اي انتماءات سياسيه ولا اخوانيه. قالوا لك ايه عن اماني الاخرس يا احمد؟ وهو بعد كده راح قال لي طب وليه اماني الاخرس بتقول عليك ان انت اخوان وبتاخد فيديوهات وبتوديها للاخوان؟ قلت له يا فندم انا اولا انا مصور فوتوغرافي. في اسئله تانية ليها علاقه باماني الاخرس؟ لا، هي ذكرت في الحته ديت اللي هي بتتهمني او بلغت يعني اللي انا منضم. هل اتسالت السؤال ده في النيابه برضو؟ سالت السؤال ده في النيابه برضو. وكان الاستاذ خالد البلشي عضو مجلس النقابه كان حاضر معايا التحقيق، واصر ان محامي نقابه الصحفيين يثبت دوت في محضر الجلسه، يثبت الاماني اللي انا اتسالت على اماني. السؤال في النيابه يا استاذ احمد، السيد وكيل النيابه او رئيس النيابه اللي حقق معاك المحترم، سالك تحريري في المحضر مكتوب في التحقيقات ولا سؤال شافه وما اتكتبش؟ بامانه انا ما بصيتش في التحقيقات، يعني انا لما اطلع على التحقيقات اللي طلع على التحقيقات المحامين. قال لك ايه عن في التحقيقات النيابه؟ قال لك ايه عن اماني الاخرس السيد وكيل النيابه؟ قال لي انت ايه علاقه ايه اماني بتقول عليك كده؟ قلت له كده ايه يا فندم اللي انت بتاخد منها فيديوهات وبتوديها؟ يا فندم انا مصور فوتوغرافيا، هي مصوره فيديو، انا ايه علاقتي بالفيديو؟ طيب ده كان في حضور مين يا استاذ احمد؟ كان حاضر ممثل نقابه الصحفيين الاستاذ خالد البلشي، وكان معاه محامي النقابه، كان معاه محامي الجورنال بتاعي، وكان في ثلاث محامين اخرين. سمع الاستاذ خالد البلشي سمع السؤال ده في النيابه؟ ايوه يا فندم، واصر على اثبات اسمها في المحضر الرسمي لانها غير مقيده من قبل الصحفيين، عشان يثبت اللي هي غير مقيده وهي اتشعلت بناء على ايه؟ انت مش صحفيه رسميه. يعني حضرتك بتاكد انك سئلت في جهاز الامن الوطني عن ليه بتقول عنك اماني الاخرس انك اخوان، وسئلت من وكيل النيابه ليه قالت اماني الاخرس عنك انك اخوان، صح؟ ايوه يا فندم. شكرا يا استاذ احمد. استاذ اماني، حته مهمه جدا، في حته مهمه جدا لازم اشكرها. قول. انا تم ترحيلي تاني لاسمه لما خرجت من النيابه، قابلت الزملاء بقى اللي كانوا معايا في المحكمه. فقالوا لي انت لما مشيت احنا سالنا هو ايه اللي حصل؟ هو في حد قال عليه حاجه؟ قالوا بالنص زميلته بتاعت اليوم السابع هي اللي قايل عليه. مين اللي قاله؟ كان زملاء، كان زميلتنا شيماء من مراقب، وكان زميلنا محمد نصر من اللي هم الزملاء الصحفيين المحترمين اللي في الجلسه. ايوه يا فندم. قالوا لك ان اماني الاخرس قالت عنك كذا. وانا لما مشيت اترحلت، هم فضلوا يستفسروا انا اترحلت ليه؟ طب ايه الحكايه؟ راح الضابط قال لهم زميلته هي اللي قايل عليه. الضابط قال لهم مين هم الصحفيين دول؟ زميل في اخبار اليوم محمد نصر. محمد نصر اخبار اليوم؟ مصور صحفي. مصور؟ وشيماء في موقع المراقب. تمام. ومصطفى الشيمي في المصراوي، والاستاذه خديجه عرفت كانت حاضره الجلسه. الضابط قال لهم ان زميلته اماني الاخرس هي اللي قالت عنه كده، بلغت عنه. ايوه. وحضرتك تقدر تجيب الزملاء ديت في شهاده، وتقدر بالاخص تجيب الاستاذ خالد البلشي معاك. عايزين الاستاذ خالد البلشي حالا يا جماعه. طيب انا وتساله اتقال في نص التحقيقات ولا لا؟ طيب رائع جدا يا استاذ احمد، هنتقل مباشره للاستاذه اماني الاخرس. استاذه اماني. أهلاً يا أستاذ. حضرتك سمعت اللي قاله الزميل العزيز الأستاذ أحمد رمضان. طب نختصر النقط. ردك إيه؟ أولاً القفص اللي إحنا بيقولوا يعني المفروض إن إحنا بنتكلم فيه مع المتهمين ده قفص زجاجي ما بنسمعهم. صح كده؟ أستاذة أماني، هستأذن حضرتك يا فندم. أيوه. ما ترجعنيش للتفاصيل، أنا هسألك عن ثلاث نقاط. استني بس. أنا برد على كلام أحمد بعد إذنك يا فندم. ثلاث نقاط. أيوة. عشان وقتي بس. أنا هديك حريتك بالكامل. ردك إيه على اللي قاله وأكده الأستاذ أحمد رمضان إنه في جهاز الأمن الوطني سئل لماذا قالت عنك أماني الأخرس أنك إخوان؟ حضرتك إحنا ما بنتقابلش بضباط الأمن الوطني، ده ما بنعرفهمش أصلاً، ده أولاً. ثانياً اللي أنا عرفته بعديها، أنا ليه سألت أحمد عن أحمد تحديداً، أنا تحديداً بقى
ان احمد كان يحمل كرنيهين معاه، كرنيه اليوم السابع وكرنيه جورنال التحرير، جريده التحرير. اذا طبيعي جدا ان انا كصحفيه في اليوم السابع او محرره مصوره ان انا اتجاب كمان واسال احمد كان معاك ولا لا. لا بس لا بس الضابط قال انك انت اللي قلتي عنه اخوان. لا حضرتك ده ما حصلش. طب خليك معايا يا استاذه اماني. لا معلش ثانيه واحده يا استاذ مجدي، بالنسبه لان هو طبعا الفيديوهات يا جماعه انا ببعت الفيديوهات لايف لليوم السابع اللي ببعت بعد ما بصور وبتتحط عليها لوجو فيديو 7 اللي طبعا المؤسسه اللي انا بشتغل فيها في اليوم السابع. يعني ازاي ان انا هقول احمد بياخدها؟ لو احمد بقى بياخدها يعني انا ما اعرفش. طب اللي قايله ان احمد طيب بيشتغل طيب في طيب استني خليكي معايا انا هنسمع احنا والساده المشاهدين المحترمين الكاتب الصحفي الكبير والبارز الاستاذ خالد البلشي وكيل نقابه الصحفيين الذي حضر التحقيقات تحقيقات النيابه باختصاصه بصفته لانه لابد من حضور عضو مجلس نقابه مع اي زميل صحفي بحقق معاه في النيابه. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا استاذ مجدي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ خالد. علوا لنا الصوت شويه يا جماعه. استاذ خالد. ايوه استاذ مجدي ازي حضرتك؟ معلش احنا تعبينك معانا. لا امرني تحت امرك. منور يا فندم. ده نورك. اهلا بحضرتك. استاذ خالد حضرتك حضرت تحقيقات النيابه مع الزميل الاستاذ احمد رمضان في الواقعه باختصاصك او بصفتك عضو مجلس نقابه. انا حضرت تابعت الموضوع من الاول الحقيقه، ولاكثر في اكثر من مره كان الرد بيجي لنا من الداخليه زميلات كل عملت فيكوا كده. وعملت فينا وفيكوا كده. مين اللي قالك يا استاذ خالد؟ يعني في اتصالات متعدده مع الداخليه. مع الداخليه قضى زميل الاستاذ محمود كامل، والنصيب جاء الرد من بعض القيادات زميلات كل عملت فينا وفيكوا كده. هي اللي بلغت عن احمد رمضان؟ لا قالوا كده. طبعا انا ده انا ما حضرتوش. انا حضرت تحقيق في النيابه بشكل واضح، وفي البدايه كان في دردشه حصلت حوالين القضيه، وكان بيسال فيها زميلنا احمد رمضان عن اللي حصل. وفي الدردشه دي ذكر اسم ايمان، وفي البدايه بالمناسبه عشان اماني الاخرس. اماني انا عايز اصحح معلومه. في الدردشه من ذكر الاسم في البدايه كان احمد رمضان، وكان رد الفعل في الدردشه انت عرفت اسمها ازاي؟ يعني وكمان عرفت اسمها. الحقيقه في اللحظه دي كان النيابه حريصه على عدم ذكر الاسم الاماني لسبب يعني حفاظا على كرامه نقابه الصحفيين، وان احنا ما نبقاش طرف في الموضوع بشكل او باخر. فانا قلت له الحقيقه مش عضو نقابه، وان يعني النيابه ما كانتش عايزه تقول مين اللي مبلغ. لا ما كانتش عايزه، كانت حريصه انها لا تذكر في المحكمة. انما في الدردشه الاولى احنا كلنا اتحقق معانا في النيابه بيبقى السيد ممثل النيابه بيتكلم عن القضيه بيفهم قبل ما يفتح المحضر ويبدا يكتب، صح؟ الدردشه بالظبط. في الدردشه في البدايه السيد وكيل النيابه قال اسم اماني الاخرس؟ لا البدايه الحكايه الاول ايه اللي حصل؟ احمد كان بيحكي وحكى ازاي ان زملاته ان هو عارف ان اماني الاخرس يعني اتسال على اماني الاخرس، فرد فعل السيد رئيس النيابه قال له وكمان عرفت اسمها. وكمان عرفت اسمها؟ وهو بيضحك جدا، وبعدين بدا الاستجواب العادي. فوكيل النيابه قال لي انا مش حابب اذكر الاسم يعني حفاظا على كرامه نقابه الصحفيين. قلت له الحقيقه ما فيهاش كرامه، الحقيقه ان ربما يكون ده مدخل براءه احمد او خروجه، لانه الواقع اللي حكاها احمد بالكامل ازاي اتنقل داخل المكان واتنقل من مكان لمكان وراح ازاي كلها بتقول ان هو دخل بشكل رسمي وبعدين القهوه اتمسك عليه. وكان الحقيقه كثير من الزملاء اللي حاضرين معايا في اليوم ده حكوا لي، والحقيقه اتهموا زميله بشكل او باخر يعني. في الاخر محامي النقابه كان قال له لا لو سمحت اثبت لنا فكره ان اماني اسم اماني الاخرس، لان في هذه الحاله ده معناه نزل عندي، وخصوصا كان الاتجاه في مؤشر على ان احمد ممكن يتحبس. لان المساله كده كلها مستنده على كلام على اقوال، والاقوال مبنيه على طرف وحيد. فلو سمحت اثبت لنا. فالراجل بص لي تاني قال لي يعني النقابه، قلت له النقابه مش طرف في الاخر، انا امام زميلين ولا بد من ذكر الحقائق كامله ولا بد من اثبات الاسم.
هل هو السيد ممثل النيابة أثبت أو ثبت استجابة لكلام المحامي أو طلب المحامي أثبت اسم أماني الأخرس في التحقيق؟ تم إثبات أماني الأخرس في التحقيق. تم إثبات في التحقيق. التحقيق. بعد ما أصر محامي النقابة. بالضبط. لأن هو كان الأساس في الأساس كان في النيابة يعني بدأ أن الاسم معروف لديه وبدأ أن هو يعني كان يريد أن يحمي يعني وجه نقابة الصحفيين حتى لا يكون لدينا عضو يبلغ عن زميله. قلوا الحقيقة احنا مش فاهمين في التحقيق مش موجود. يعني احنا لو جبنا تحقيقات النيابة بتاعة القضية هنلاقي مثبت فيها اسم أماني الأخرس. على سن محامي النقابة مش عارف محامي النقابة. لا قال له اثبت وقعت ان كذا وان كذا وانها ليست نقابيه لان كان المفروض التهمه الثانيه اللي كانت ممكن توجه لاحمد وهي لم توجه بسبب حضورنا ان هو متحد فتح. تمام، اشكرك جدا الكاتب الاستاذ خالد البلشي وكيل نقابه الصحفيين الذي حضر التحقيق. استاذ اماني الاخرس تعليقك في دقيقه. اولا انا اللي اتعرف اسمي ده من وانا جوه المحكمه يا استاذ مجدي اتعمل لي هاشتاج على الفيسبوك والتويتر يعني اسمي انتشر بسرعه. ثانيا بالنسبه ان انا اسمي مذكور، طب انا اسمي مذكور في المحضر اللي اتعمل من جوه اكاديميه الشرطه، طب انا عايزه مستند يثبت ده. ثالثا بالنسبه للاستاذ احمد بيقول ان هو بيقول الميه والشاي، انا لسه في اول البدايه قلت لحضرتك انا خرجت اجيب ميه بس الكافيتيريا ما فيهاش شاي، كل الزملاء اتفادوا على كده. اما بالنسبه للاستاذه خديجه استاذه فاضله طبعا والزميل محمد نصري والاستاذه شيماء انا هطلب شهادتهم. هم قالوا لاحمد رمضان ان الضابط قال لنا ان زميلته اماني الاخرس هي اللي بلغت عنه. انا طلعت لاحمد رمضان وقفت معايا، هم هو ليه نفر؟ ليه ما قالش ان انا طلعت بره وقفت مع احمد رمضان وان الضابط دي ساله؟ ان الضابط دي انا واقفه معاهم وهم ومحمد نصري بيقول له احنا عايزين نعرف تهمته ايه، التهمه الموجهه لي؟ قال له انت داخل من غير تصريح. ده الكلام ده سريعا ما قولك فيما ذكره احمد رمضان من انه التحقيق في جهاز الامن الوطني سالوه ليه اماني الاخرس قالت عنك انك اخوان؟ هكررها لحضرتك تاني، احنا ما نعرفش الامن الوطني وما بنتواصلش معاهم وما لناش اي علاقه بيهم جوه الجلسات. هكرر واكد لحضرتك ان انا دخلت بعد احمد رمضان الجلسه، يعني ما اعرفش هو داخل بتصريح ولا لا. هكرر لحضرتك للمره الثالثه ان انا وقفت عادي جدا زي ما استاذه خديجه وزي ما كل الناس بيطلبوا، حد بيطلبوا من السكرتاريه يعني حد يجي لهم من جوه من الولاد اللي بيعملوا لنا شاي او قهوه يطلعوا لنا بره، السكرتاريه ما بتعزمش علينا. طيب. عادي جدا ان احنا ممكن نجيب ونديهم فلوس. طيب تعليقك على اللي قاله وكيل النيابه او ممثل النيابه لما احمد رمضان في حضور خالد البلشي وكيل النقابه لما قال له اماني الاخرس قال له انت كمان عرفت اسمها؟ ده طبيعي يا فندم انه يعرف اسمي، انا بقول لحضرتك من وانا جوه. لا اسمها ان هي اللي بلغت، وكيل النيابه بقول له انت كمان عرفت اسمها؟ يا فندم حضرتك انا اتعمل لي هاشتاج على الفيسبوك وتويتر، انا انتشرت صوري الشخصيه اتاخدت من على موقع الفيسبوك بتاعي. تمام. عايزه اقول لحضرتك ان انا مثلا كل مواقع الاخوان خدت صوري. انا تمام. اولا اذى نفسي اذى مهني، يعني مش لاقي كلام اقوله في الحقيقه في النقطه ديت، ما رعوش ان انا بنت ان انا صوري يعني. هو عامه في تحقيق يا استاذه اماني واعتقد بشكر حضرتك جدا وهنكمل. سعيده جدا، لا سعيده جدا ان في تحقيق هيتعمل عشان اثبت الحقيقه، وانا كنت اتمنى ده من نقابه الصحفيين. طيب. اسمعوا انتوا علمتونا الراي والراي الاخر، فين الراي الاخر؟ فين الراي الاخر؟ انتوا طيب اكيد النقابه طبعا هتستدعيكم كلكم وتعرف الموضوع. سعيده جدا ان الجورنال عندي كمان بيعمل الموضوع ده. تمام. الاستاذ خالد صلاح طلع بيان وقال انه الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير الصحيفه الزميله اليوم السابع قال انه يحصل تحقيق في اليوم السابع وطلع بيان محترم وانا احييه عليه ان هو مش عايز ياخد قرار الا ما يحقق في الموضوع. حضرتك طبعا اكيد خدت فرصتك بالكامل واحمد رمضان خد فرصته واستشهدنا او خدنا شهاده الاستاذ خالد البلشي وكيل نقابه الصحفيين، واعتقد ان احنا ممكن نرجع لده يوم السبت الثاني ونشوف الزملاء اللي كانوا حاضرين، الزملاء الاعزاء المحترمين الصحفيين اللي كانوا حاضرين الجلسه والوقائع بالكامل. حضراتكم سمعتوا، انا ما تدخلتش، انا فقط سالت والحكم لكم دائما لانكم اصحاب الحق الاصيل في الحكم. فاصل معلش طولنا وتبدا فقرتنا
مع القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام للحزب الدكتور عصام خليل حول الانتخابات البرلمانية ومجلس النواب. ويمكن نرجع للقضية دي تاني ونجيب الصحفيين ونحقق فيها، لأن دي تمس سمعة الصحفيين وأيضا تمس الداخلية. يمكن نرجع لها يوم السبت بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في هنا العاصمة، وزي ما قلنا لحضراتكم وبدأنا أمس هذه السلسلة من الحوارات بالدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، وقلنا إن احنا هنستطلع كده مع حضراتكم نديكم صورة مبكرة عن تحركات الأحزاب وخريطة البرلمان المقبل. اسمحوا لي إن أنا أرحب بضيفي الكريم الدكتور عصام خليل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار والقائم بأعمال رئيس الحزب، وبعتذر له وأنا برحب بيه عن التأخير. مساء الخير يا فندم. بعتذر عن التأخير بس قضية الصحفيين بقى خدت وقت كتير. عموما منور، ربنا يخليك. مبدئيا خلينا نسأل عن المستقبل، أنا بحب أبص للمستقبل الأول. جميل. كيف يرى حزب المصريين الأحرار الانتخابات البرلمانية اللي هي على الأبواب، وما فرص التيار الليبرالي اللي بتمثلوه أو أحد ممثلينه في هذه الانتخابات في مواجهة التيار الإسلامي السياسي؟ في شوية حقائق لازم نكون عارفينها. أن الانتخابات البرلمانية القادمة هتبقى مفيهاش أي تدخل، انتخابات إشراف قضائي كامل وفيها نزاهة تامة. خلاص عصر التزوير انتهى. بالزبط. الحمد لله. والانتخابات القادمة تختلف تماما عن الانتخابات سواء كان 2011 2012 أو كل ما سبق. في إيه يا فندم؟ فأولا وعي المواطن، وعي الشعب المصري. الشعب المصري كله ابتدى يتابع السياسة وعرف ما أهمية السياسة بالنسبة له، فمشاركة المواطنين هتبقى مشاركة فعالة فعليا. يعني أنا هسيب بقية الكلام للأسئلة اللي هنتطرق، لأن هي يبقى فيها إجابات كتيرة على رؤيتنا إيه. لأنه الحقيقة أنا شايف أنه بعض، مش هعمم يعني، بعض النخب بيتكلموا على أنه هيتدخل المال في ده محور كامل هتكلم مع حضرتك بالظبط. فعشان كده أنا هجيبها، لأنه الكلام اللي هقوله لحضرتك ده أنا بتكلم كلام مبني على دراسات. ليه حزب المصريين الأحرار بيتهموا البعض بأنه بيستخدم المال السياسي في جذب المرشحين والإنفاق المرشحين وفي أيضا في الانتخابات أن منتظر أنه يصرف كتير؟ ليه؟ هي دي بس؟ ده في حاجات كتيرة قوي، ما في سلسلة نقطة. بس للعلم احنا الكلام ده بيسعدنا على فكرة. بيسعدكم؟ اه طبعا. لأنه لا 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 لا، أصل خلي بال حضرتك دي ممكن نقول عليها إشاعات، أقاويل، أحد اللي بيسموها النيجاتيف كامبين، اللي هي الحملات السلبية. الحملات السلبية. ولو احنا ما كناش فعالين وناس تستشعر فعلا ان حزب المصريين الاحرار له وزن على الارض، ما كانش حد هيجيب سيرتنا خالص. قصد حضرتك ان الاقاويل دي بتردد من الخصوم السياسيين بالتأكيد او المنافسين. حضرتك سمعتها من مين؟ تمام. اه بالظبط. تمام. يعني ده معناه انه حزب المصريين الاحرار زي ما بيتقال ما بيدفعش فلوس لمرشحين علشان يدخلوا على قوائمه او على الفردي؟ ولا سهله، انا عايز حد يثبت يقول فلان او ادي ورقه بتثبت ادي شيء. ممكن حد يرد دلوقتي من اللي بيقولوا الكلام ده يقول لك هثبته ازاي؟ خلاص، ما هو ما دام ما فيش اثبات يبقى ما حدش يتكلم. لكن حضرتك بتنفي ذلك تماما. اه طبعا. بص حضرتك، دي ده موضوع بقى. انا لما انا المرشح بتاعنا انا لما بدعمه في حملته مش فقط الدعم المالي، لا، احنا عندنا، والدعم المالي اقصد بيه الحملات الدعائيه بتاعته، التنظيم، الماكينه نفسها بتاعه الحمله اللي بتبقى مع المرشح. لان الانتخابات علم مش غير زمان خالص. يعني الحقيقه انا شايف ان ما يتم ترديده الان هو تكرار للمنهج القديم، على الرغم ان احنا بعد الثورتين انتقلنا الى منهج جديد. والمنهج الجديد ده انا شايف انه فخامه الرئيس هو واخد هذا المنهج، وتصرفات كتيرة جدا بتقول لا احنا اصبحنا في عصر، للأسف ان هناك الكثيرين بيمارسوا المنهج القديم وشغالين على المنهج القديم. وده الحقيقة لازم افهمين ان الشعب واعي جدا وبيعرف يعي كل كلام مظبوط
وهي كلمته اللي هتكون في الصندوق. يمكن بيتقال الكلام ده على حزب المصريين الأحرار عشان مؤسسه المهندس نجيب ساويرس من رجال أعمال الكبار. أنا شايف إن المهندس نجيب يعني هو بيهاجم أساسا عشان خطر الحزب، مش الحزب هو اللي بيتجاهل، لأنه يعني هو كان طبعا هو انظلم معانا الحقيقة، لأن هو لو كان مركز في الجزء الاقتصادي ما كانش هيكون عليه هذا الهجوم. لكن الرجل أسس هذا الحزب بدافع وواعظ وطني أساسا يعني، وعشان كده بقول لحضرتك مش هي دي بس يعني، لو جات على دي دي حاجات كتيرة قوي عايزين نسيطر على البرلمان. هل فعلا المهندس نجيب ساويرس زي ما يقول خصومكم السياسيين هو الذي يدير حزب المصريين الأحرار من مكتبه؟ إطلاقا المهندس نجيب كثيرا جدا من المواقف، وأثناء كان وجوده معنا في المكتب السياسي كان بيقول رأيه كأحد أعضاء المكتب السياسي، وعدد كثير جدا من القرارات بالتصويت كانت ضد رأيه وهو استجاب له. لكن هتسمع كلام كتير، أنا عايز بس اللي بيتكلم يكون معاه دليل. على فكرة أنا قلت الكلام ده للدكتور سيد امبارح برضه، واجهته باللي بيتقال عن حزب الوفد ولازم يرد، وعشان كده بقول لك كل من ينفق على حزب المصريين الأحرار؟ رجال الأعمال، في بعض منهم بي ممكن يذكر اسمه أو بيحب أن يذكر اسمه زي المهندس نجيب، وفي ناس تانية ما بتحبش. هل هناك رجال أعمال آخرين غير المهندس نجيب ساويرس؟ بالتأكيد. هل منهم حد سمح بذكر اسمه؟ لا، كلهم بيحبوا يتبرعوا من مش عايزين يذكروا، مش عايزين يبقوا ظاهرين في العملية السياسية. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل. لسه ما قلناش حاجة. هنكمل ما تقلقش، في كلام كتير جدا. فاصل سريع وهنكمل مع الدكتور عصام خليل الأمين العام لحزب المصير أحرار وأيضا القائم بأعمال رئيس الحزب بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في هنا العاصمة، ونواصل حوارنا مع الدكتور عصام خليل الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار ضمن سلسلة الحوارات اللي وعدنا بها حضراتكم، أو المقابلات أو اللقاءات مع رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية اللي هيتنافسوا في انتخابات البرلمان ومجلس النواب زي ما قلنا لحضراتكم القادم، اللي هيكون موجود قبل نهاية السنة طبقا لوعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شديد الأهمية وشديد الخطورة، وهو حالة خاصة في تاريخ السلطة التشريعية في مصر، لأنه جاي في مرحلة دقيقة جدا وله سلطات كثيرة طبقا لدستور 2014، صح يا دكتور؟ مظبوط. طيب السؤال هنا حول المصريين الأحرار، أنتم تمثلون التيار الليبرالي. مظبوط. وأيضا حزب الوفد العريق 100 سنة تقريبا بيمثل التيار الليبرالي، ليه بتتخانقوا مع بعض؟ احنا ما بنتخانقش. لا بتتخانق؟ لا احنا ما في، لا لا ما بيانات لا لا لا. وتصريحات متبادلة. بس أنا ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع ده. لكن مدام انت فتحته، احنا الحقيقة كان في هجوم علينا كذا مرة من مدة سابقة يعني. على فترات سابقة كتير. هجوم من حزب الوفد؟ تصريحات. تصريحات. احنا التزمنا الصمت، احنا دايما ماشيين بمبدأ ان احنا بنشتغل مش غاويين قوي نطلع في مية طبقا للمنهج الجديد، نشتغل ونعرق ونجتهد، وفي فرق بين ان انا اتمنى وبين ان انا اتمنى واجتهد. احنا واخدين مبدأ نتمنى ونجتهد ونتائج دي بتاعت رب، ومش عايزين نخش في هذا، لانه الحقيقه الاحزاب هذا السجال جزء منه بالظبط، لان ده اسلوب برضو منهج قديم. هو انا علشان يبقى ليا منافس ليه انا يبقى هدفي ان انا اقعد ان انا اكسر فيه؟ طب ما انا اقوي نفسي. لانه طب بس انتوا دخلتوا بالفعل؟ لا دي كانت اخر مره. يعني تصريحات الدكتور عماد جاد؟ لا تصريحات الدكتور عماد جاد دي كانت، الدكتور عماد مع الدكتور سيد البدوي دي كانت حاجات شخصيه، ما كانش مقصود بيها حزب المصريين الحرام، ما دخلش في هذا الصراع اطلاقا. وده كان لا قايمه في حب مصر. اما الجزء بتاعنا فاحنا فضلنا صامتين تماما على مدار شهور طويله، والى ان انا بقول بالاسماء حسام الخولي طلع وقال ان حزب المصريين الاحرار بيخطف النواب بتوعنا. هي الحقيقه هذا التصريح يسيء للوفد ما يسئليش انا يعني بالمقام الاول. فرد شهاب وقال لا ده الحقيقه انه في بعض من اعضاء حزب الوفد بيجوا عندنا واحنا بنقابلهم عادي. وبعدين ابتدى الموضوع يعني تحدث باسم الحزب عندكم، ان لم يعي حزب الوفد الحقيقه يكون مصيره كده. ما هو ده، ما هو لانه كان في ملاسنه سياسيه، كان في ملاسنه. احنا بعد ما ردينا هذا الرد مباشره، شهاب كان في ريدي اتعمل مناظره ميعادها كان متسبق، وبعد كده احنا وقفنا عن هذه المناسبة، انها مش في صالح حد الحقيقة. طب ندخل في الصالح؟
ندخل في الصالح. يعني أنا شخصيا لا أتخيل أن يكون هناك حزبين ليبراليين في مصر، الوفد والمصريين الأحرار، وما يحصلش تحالف بينهم يمثل التيار الليبرالي في الانتخابات، خصوصا أنهم بيواجهوا تحالفات قوية جدا من تيار الإسلام السياسي. طب أنتوا زي ما قال الدكتور سيد البدوي امبارح، هنفتت مع بعض لصالح التيار ده، وحضرتك عارف ان في اخوان متخفيين هيدخلوا او وجوه غير محروقه من الاخوان، وهناك حزب النور، وهذا صراع سياسي كبير جدا للسيطره على البرلمان. ازاي ما يتحالفوش حزبين ليبراليين؟ ده اللي انا عايز افهمه. طيب الحقيقه برضه ما كنتش عايز اتجرجر للقصه دي. لا اتجرجر، انت لازم تتجرجر. ما هو ما اتجرجرش، انا بس ارد على الجزئيه دي باختصار شديد جدا، وان كان يعني مش برضه عشان ما اتجرجرش في الكلام، فكره كلمه الليبرالي وحزب الله، احنا كحزب وليد بعد ثوره 25، انا متجرجر للراي العام بيسمعك انت وحزب مطروح. انا مش عايز اتجرجر للملاسنه. لا بلاش الملاسنه، انا بتكلم على التحالف في وجه التيار الاسلام السياسي. احنا حزب وليد من ثوره، خارج من رحم ثوره 25 يناير، قام بدور مؤثر في ثوره يوليو 30/6. احنا لينا دايما حزب بيبص للمستقبل، بندعم انه الشباب لازم يكون في المقدمه. بنشتغل بطريقه منهجيه علميه اساسا، يعني احنا ابتدينا موضوع الانتخابات ده من سنتين، واشتغلنا بدراسات واشتغلنا على اسس علميه بحته في تقييمنا لكل حاجه واحنا شغالين. فمن هنا ممكن نختلف، مش جاست امبريله الليبراليه بتحيط بينا يبقى احنا لا، احنا دايما بنبص لقدام. حزب الوفد دايما بيبص في التاريخ، اوكي التاريخ حاجه وحزب الوفد حزب عريق وممكن له كل احترام، لكن هنا ممكن يبقى في اختلاف. انا باصص لقدام، انا عايز ادفع بشباب، انا عايز اعمل حزب للبلد لمصر. كلام حضرتك ده معناه ان حزب الوفد لا يملك الا التاريخ. حضرتك بتقول احنا بنبص لقدام وللعلم وللاداره الحديثه وكله، برضه كده انت جرجر ملاسنا. انا عايز ادخل في حديث قلتها مفيد. ما انا قلت يعني انا قلت قلت, قلت ان هو لا يملك الا التاريخ، او هو بينظر للتاريخ. لا انا رديت على حضرتك في حته ليه انتوا ما حصلش فيه، يعني هو يمثل التاريخ وانتوا تمثلوا المستقبل ان شاء الله. طيب طيب اوكي، مع احترامنا ليه كحزب عريق. تمام. السؤال ايضا، هو حزب المصريين الاحرار في فترة من الفترات قال أنا هدخل قوائم مفردي لوحدي كده مع نفسي، وطلعت أخبار عن التنسيق مع قائمة في حب مصر، وبعدين حزب المصريين الأحرار قعد يزعل زعل يعني أنه في ناس من عنده بيتاخدوا في قائمة حب مصر بشكل مش حزبي. إيه قصتكم مع قائمة حب في حب مصر، وهل فعلا في اتصالات معهم ولا انقطعت الاتصالات؟ طيب اولا احنا اول ما ابتدينا احنا ادركنا تماما ان الاساس في الانتخابات هو الفردي، وتركيزنا كان اساسا بحكم ان 120 القايمه والباقي فردي. تمام. بحاجتين اللي هو عدد المقاعد بالاضافه الى انه القوائم موجوده لتمثيل فئات معينه. تمام. ليس للتمثيل الحزبي بقدرته وقوته. ومن هذا كان التركيز الاساسي بتاعنا على الفردي. لو بنصنع للقوائم جينا ابتدينا نعمل شبه قوائم بتاعتنا. ودعيت مره وكنت مع الدكتور كمال الجنزور، الحقيقه الراجل ده انا بنتهز هذا الفرصه لان اكون له كل تقدير واحترام. فعلا قامه وطنيه، ويا ريت دكتور كمال الشباب يعرفوا تاريخه. الدكتور كمال الجنزوري هو تاريخ طبعا كبير، تولى وزارة التخطيط عنده 36 سنة طبعا، هو نابه حتى الآن بعد 40 سنة الراجل في نفس في شقته، في يعني راجل وطني من الطراز الأول. فأنا بنتهز الفرصة دي لأنه الحقيقة بيتظلم، بيتقال عليه كلام كتير، وإحنا بنربى أن حد يتكلم على الدكتور كمال باعتباره قامة وطنية. يعني دعيت الاجتماع بالظبط كده، وابتدينا نتناقش في الأسماء، فوجدنا أنه أنا عندي طبعا أنا احنا مش بالفكره عندنا الاستحواذ. فقلت له احنا عندنا في شخصيات عامه، قال لي عندك مين؟ قلت له قال لي انا عندي دي، انا عندي دي، طب احنا عندنا عدد كذا، قلت له خلاص اللي عندنا قيمة. عندك فاحنا موجودين معاك. وكان كلامنا مع الدكتور كمال نحن داعمين لهذا القمه، لانه كان الدكتور كمال رجل وطني فاحنا واثقين فيه تماما. ما كملتوش ليه؟ لا احنا كملنا،
لا مين قال احنا ما كملناش؟ احنا كملنا معاه وكان كلامنا معاه كده. على فكره دكتور كمال هتاخد مصرين حرر 20 احنا داعمين لقائمه في حب مصر. هتاخدوا 10 داعمين، مش هتاخدوا حد خالص، حد خالص احنا ايضا داعمين. ده لان احنا مركزين تماما على الفرد وما زلنا موجودين. لا لا ما زلنا موجودين قائمه في حب مصر. هل اشترط حزب المصريين الاحرار عشان يدخل قائمه في حب مصر ان يتم حذف اسماء او عدم انضمام اسماء محدده للقوائم؟ كان لينا بعض التحفظات على بعض الشخصيات وبعدين فوجئنا ان ما احد هذه الشخصيات موجوده في اخر لحظه، وقلنا لا خلاص دي مصلحه البلد. عارفين بقى يعني ما في خلاص بص ما تتجرجر في دي. احنا لا لا انا عايز اقول لك حاجه، انا نفسي ان احنا دايما نبص لقدام. وعايز الشخص ده لسه في القايمه؟ ايوه يا فندم موجود. وانتوا داخلين في القايمه؟ ايوه موجودين. انا مش انا لا اشترط حاجه، احنا كنا قدينا اعتراض. موجودين بكام واحد في القايمه؟ حد يعني لغايه النهارده المفروض ان احنا 11 واحد موجودين في القايمه. 11 ده عدد 11. كافي بالنسبه لكم ولا خاضع للتفاوض؟ بص هقول لحضرتك حاجه، احنا دعمنا للقايمه مش علشان خاطر ناخد اعداد. طيب حضرتك انت لو جيت في قايمه في 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 جزء في الفردي شرق القاهره عددهم 14. طيب يعني مش يعني قليل. معنى كده ان حزب المصير احرار ملوش قوام منفصله في الانتخابات؟ لا 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 ملوش. هو في قايمه حب مصر بالظبط نهائي. بالظبط ده قرار نهائي. طيب السؤال هنا ايضا في الفردي، انتوا بتراهنوا عليه صح؟ ان شاء الله. الفردي تقريبا كام؟ 400 448 448. طيب بتتوقعوا كده ان حزب المصريين الاحرار يكون موجود بكم نائب في مجلس النواب؟ طيب ده سؤال وجيه احنا اتسالنا فيه كتير. فن الانتخابات ليس فيه اي توقعات، واللي هيحكم احنا لينا كام هو الشعب. الشعب هو القاضي الطبيعي. طب انتوا داخلين بكام نائب؟ كم مرشح؟ احنا اخر مره في لما اتقفل المره الاولانيه كنا 208 مرشح، في احد المرشحين توفاه الله. فيها يحصل بعد التعديل 207 بالظبط. فيها يحصل ده بالقايمه ولا دول فردي؟ دول الفردي. و11 في القايمه. 11 في القايمه. هينجح كام بقى؟ تتوقف طبعا الله اعلم. تتوقف على مجهودنا وعلى تعبنا ان احنا نقدر نوصل فكرنا ونقدر نرضي الشارع وبالشخصيات المحترمه اللي احنا بنقدمها، اللي بنكون لها كل احترام وبندق قوي اذا الكلام اللي اتقال عليه اصلهم بيشتروه. على طيب. فكره انا برد على اسئله ممكن تكون في ذهنك من الاول عشان احنا ما احنا قلنا السيرة وقلنا المال السياسي. لا لا لا, لا. انا عايز بس نقطه رد. في اسماء موجوده ما ينفعش يتقال عليها ان انا اديته فلوس. ناس اقتصاديين، ناس يعني ناس مليانين، ناس مليانه يعني فكلام. بص احنا بنتمنى، انا من خلال برنامجك من الساده الذين يهاجمونا، من فضلكم اختاروا حاجه جديده عشان ما نعرفش نرد عليها. مش حاجه سهله يعني مش حاجات كلها طيب. مستهلكه. طيب هل بيطمح حزب المصريين الاحرار الى انه يكون صاحب اكبر كتله، مش لازم اغلبيه او اكثريه، حزبيه في المجلس؟ بالتاكيد اي حزب. تمام. الحقيقه يعني انا هقول لحضرتك حاجه، اي حزب يطمح لده. اي حزب لازم يطمح لده. تمام. الدكتور السيد البدوي امبارح قال انه انا بعد وبتعهد ان حزب الوفد ما بص ما تضحكش هقول لك ليه. بس انت بتلف دلوقتي. لا 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 مش بلف. طب استنى بس ماذا تطلب مني وانا اتحدث عن انتخابات فيها منافسه سياسيه؟ بالظبط. طب مش انتوا هتدخلوا قدام بعض في الانتخابات؟ خلي بالك في فرق. ما هو ده بقى احنا عايزين نغير المنهج. دلوقتي المشاهد دلوقتي او بالزبط. الناخب ايوه الناخب بيحكم على المصريين الاحرار او مرشحه لوحده ولا بالمقارنه مع مرشحي الاحزاب الاخرى؟ لا بالمقارنه مع مرشحي الاحزاب الاخرى. اكيد فهي منافسه سياسيه، فلابد ان اسالك عن الخصوم السياسيين. وكلمه الخصوم يا جماعه مش عيب. احنا عايزين نرتقي بمستوى المنافسه. اللي هو ايه بقى؟ مش ان انا اقعد اكسر في الوفد او اكسر لا مش تكسر حزب الوفد يرى ويتعهد بانه هيكون اكبر لدي نواب هم الاكبر او الاكثر عددا بين الاحزاب كلها. والله اللي هيقول كده الشعب، اللي هيقول كده الناس اللي هتنزل في السنه دي. تمام. مين من الاحزاب او القوى السياسيه او التيارات اللي داخله انتخابات وحزب المصريين الاحرار شايف ان هو بينافسها كده دايركت؟ انا داخل مباشر كده هنافس مجدي.
لا في الانتخابات الفردي ما تقدرش برضو تحكم كده. لكن سيل انا سيل عايز اقول المصريين ان في حزب مثلا واحد زي مستقبل وطن عامل شغل كويس على الارض، في حماة وطن عاملين شغل كويس على الارض. الحقيقه دول اللي احنا شايفينهم بيشتغلوا باسلوب كويس يعني شغل على الارض. بتضحك ضحكه مش مريحه يعني. طبعا ضحكه يعني مش الوفد يعني. انتوا هتنافسوا مستقبل وطن وحماة وطن مع تحضيري لي على عيننا وغصنا. خلاص طب امال فين حزب النور وانتم حزب الليبرالي المفروض انكم هنا وهم هنا؟ مظبوط. وحزب النور والتيار الاسلامي السياسي في مخاوف من ان هو ياخد مقاعد، ياخد قوائم، ياخد فردي، لان هو عنده تاريخ في الانتخابات وعنده عقيده بيشتغل عليها. مظبوط. وعنده الدين وعنده خبره وعنده كمان تقديم خدمات للناس والراجل الطيب والكلام ده. ده انتم هنا وهو هنا، انتم الليبراليين وهو اصولي. بص انا عايز اقول بلاش نقول المدني، احزاب مدنيه، انتوا مدنيين وهو احزاب اخرى وهو كل احترام زي وهو مرجعيته دينيه زي حزب المؤتمر وحزب الحركه الوطنيه. تمام. وحزب الشعب الجمهوري كلهم احزاب. طيب. محترمه. هتنافسوا يعني مستقبل وطن وحماة وطن وهتسيبوا النور؟ لا انت حضرتك بتسالني سؤالك كان واضح. مين من الاحزاب المدنيه اللي انت شايف انها شغاله الليبراليه؟ مين الاحزاب اللي انتوا هتنافسوها؟ لا اللي انت بتقول ان انا شايف. نعدل السؤال. مين اكبر قوه هيواجهها مصر المصريين الاحرار على الارض بخطابه وبدعايته؟ كل المنافسين. انا ما بقدرش. هل تعتقد ان التيار الاسلامي السياسي سواء الحزب النور او اللي داخلين وده بيقال بشده يعني بداخلين متخفيين من الاخوان او وجوه غير محروقه من الاخوان، هل بتعتقد ان هيكون لهم مساحه في البرلمان المقبل كبيره؟ طيب اللي هيحدد دي نزول الناس، نسبه نزول الناس. يعني لو الناس نزلت بكثافه نسبه وجود التيار الاسلامي السياسي وعلى راسهم حزب النور هتتقلص. لو الناس تقاعست لا نسبتهم هتزيد، لان هم بتنزل كتله زي ما حضرتك بتقول عن عقيده فبينزلوا كلهم وبيهتم انهم ينزلوا. يعني هم المنتمين ليهم بينزلوا لان ده واجب. بالظبط. فدورنا احنا بقى ان احنا المواطن العادي بقى مش كحزب المصريين الاحرار بس، لا كل هذه الكتل. قال لي قبل كده احد السياسيين الكبار قال لي مرشح الاخوان بياخد 3000 صوت مع ان الدايره 40000 صوت، بس ال 3000 صوت هم اللي نزلوا بتوع الاخوان. بالظبط. طيب هل تعمد حزب المصريين الأحرار إن هو يغري أو يبحث عن نواب الحزب الوطني السابقين بحكم إنهم عصبيات وعائلات كبيرة وعندهم خبرة في الانتخابات وضمهم ليه؟ والكلام بيتقال إنكم عندكم، أنا ما بحبش كلمة فلول أساساً، هي كلمة اتجرينا ليها كلنا. هل لديكم أعضاء من الحزب الوطني بعدد كبير داخلين الانتخابات معاكم؟ طيب هرجع بقى عشان أوضح لحضرتك، إحنا نجينا ده اللي انا عايز النقطه لما تقول لي الناخب يعرف. احنا لما اشتغلنا قلنا احنا عايزين ايه من البرلمان؟ تمام. عايزين نوعيه الكرايتيريا بتاعه مواصفات النائب البرلماني. وحطينا مواصفات ليه. اول حاجه حسن السمعه، نمره 2 مؤمن بمدنيه الدوله والراسماليه الوطنيه، نمره 3 وعنده قدره على القياده المجتمعيه والسياسيه، نمره 4 عنده شعبيه او قبليه او عصبيه. وحطينا 4-5 بنود ثانيه وكل واحده كان ليها درجات معينه. واستخدمنا لأول مرة يعني أزعم أن حزب المصريين الأحرار هو أول حزب يقوم بهذه الاستطلاعات. وتعاقدنا مع الشركة وأخذنا الأسئلة، والأسئلة على فكرة أخذنا كل الموافقات الأمنية عشان موضوع ده أمن قومي، ونزلنا من سنتين واشتغلنا على هذا. بغض النظر ده وطني، بغض النظر ده كان ايه، لانه ليس كل من كان في الحزب الوطني لا بالعكس، ده في ناس وطنيين، ناس سياسيين محترمين. ما كان اعضائه 3 مليون كلهم يعني ناس مواطنين محترمين كتير ما منهم جدا. فاحنا حاطين اول حاجه حسن دام انسان وطني مصري وعنده حسن السمعه. انا ما اقدرش يعني أنا كم أقصر. واحد من نواب، خلي بالك مش بقول اعضاء الحزب الوطني، اعضاء الحزب الوطني كانوا 3 مليون زي ما كان بيتقال. بالظبط. من نواب الحزب الوطني في المجالس السابقة وفي البرامات السابقة موجود على قائمة؟ تصدقني أو لا ما تصدقنيش؟ ما أعرفش. صدقني أنا ما حسبتها. أنا ليا شخص محترم. ما عملتش تقصي كده ده كان يا فندم أنت كده، إحنا كده بنعمل إيه؟ تقسيم ده أصله كان حزب وطني؟ لا. يعني ما ينفعش الكلام ده. اللي أنا ما بتعامل معاه طبقا أن ده راجل محترم عنده بعد سياسي عنده وطنية ومفيش غبار عليه خالص وعنده شعبية. انا طبقت عليه الاسئله ايا كان بقى ما بصش بعد قلت كم عدد اعضاء احرار؟
شوف احنا النهارده عندنا حوالي العضويه، لان احنا متحفظين قوي في حته العضويات. وهنا برضو انا عايز برضو المنهج الجديد اللي انا دايما انا جاي عشان اقول رساله، هناك منهج جديد في البلد ولازم نمشي مع المنهج الجديد، ما يبقاش السيد الرئيس شغال في اتجاهه واحنا شغالين بالماضي وعدد الاعضاء. احنا درسنا حزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري في امريكا، حزب المحافظين والعمال في انجلترا. قوه اي حزب ليس في عدد اعضاء، تمام، انا ولكن في مؤسساته. ممكن يكون 300,000 في دوله كبيره، مؤسساته اللي بتخدم عليه كم عدد الاعضاء. يعني احنا ابتدينا كان عندنا 120,000 عضو، ابتدينا نقلص، لان احنا النهارده عندنا حوالي 3500 تمام اعضاء عاملين في حزب مصير الاحرار ومنتسبين. لان احنا عندنا، انا عايز اللي يدخل حزب مصير الاحرار 3500 ويحمل معامل ومنتسب، ودول هيعرفوا يخدموا الحزب في الانتخابات في مصر كلها. يا فندم العبره مش بالعدد يا فندم، زمان الجيوش كانت بالعدد، بالكفاءه، بالاداره. وهقول حاجة معلومة دي بقى لكل السادة المرشحين سواء مصرين أحرار أو غيره، احنا بنقولهم الذي يفوز بالانتخابات ليس الأكثر شعبية ولكن الأكثر تنظيما. طيب السؤال هنا برضو بالنسبة لنواب الحزب الوطني، هو ينفع لو اكتشفت حضرتك أو حد كشف لك أنه أنت واخد نائب سابق من الحزب الوطني؟ أنا بتساءل، ما عنديش حكم، كان موجود في برلمان 2010 اللي كان مزور، أو ساهم في تمرير قوانين بسيئة السمعة. طب ما هو عنده ممارسه سياسيه المفروض تبتعد عنها، وانت حزب جديد بتطرح ده يدخل تحت بند ايه؟ حسن السمعه. بحثته ده؟ طبعا مفيش، كله يعني كله مفيش. الناس هتشوف امتى حزب المصريين الاحرار وفي اي حاله بعد الانتخابات يقول انا فشلت؟ لو كان عنده كم عضو في المجلس تقعدوا كده مع المؤسس المهندس نجيب ساويرس وتقعدوا كلكم تقولوا احنا فشلنا في الانتخابات. عارف المنهج الجديد بيقول ايه؟ احنا كل حاجه لا انا جاي اركز على الحته دي، لان برضو انا هعاتب الاعلام، برضو انا جاي اعاتب الاعلام. رجعتني للدراسه تاني، لازم كله منهج جديد. طبعا. بص يا فندم، احنا طبقا للائحه عندنا لو ما حصلناش على 5% من المقاعد، رئيس الحزب والامين العام بيطرحوا نفسهم لل 5%. يعني بتتكلم عن 30 طبقا للائحه. انا بكلم حضرتك بتتكلم عن 25 30 على طول. عارف حضرتك في ال لو حصلت على 5% في الدول المتقدمه بيعملوا ايه؟ رئيس اي حزب يحصل على عدد كراسي اقل من الدوره السابقه كرسي بيقدم استقالته. طب هو في رئيس حزب يقدم استقالته من مصريين الاحرار ملوش حزب رئيس حزب؟ ليه مالكوش رئيس حزب لغايه دلوقتي؟ تمام يا فندم، بعد استقالة الدكتور أحمد سعيد اللي كانت بأزمة وخناقة كبيرة. لا ما كانش في أزمة ولا خناقة خالص. أزمة؟ لا ولا أزمة ولا خناقة خالص. أزمة مكتومة ولا مكتومة؟ الراجل هو ما كانش في صراع بين جبهتين، الدكتور أحمد سعيد والدكتور عصام خليل؟ لا ما يكون هناك أي صراع، والدكتور أحمد موجود وأنا موجود خالص، كجول كل تقدير واحترام. هي اي حاجه تانية يعني ازمه. ده بقى الاعلام بقى اللي لازم يعمل ازمه عشان نعمل عليه. انا بسال، انا عايز اسالك، عايز اقول لك مش انا دوري هنا ان انا اسال؟ لا ألم يشع، مفيش أيوة إشاعات طلع. أيوة كده. طب بالزبط. أنا دوري أطرح عليك اللي بيقول لك القانون فيه الإشاعة وترديدها. لا لا لا, لا, لا. ده خاصة بالأهل، ما قلتش عن الجيش وما قلتش عن الإرهاب ولا الكلام ده. أنت هتخوفني ليه وإحنا على الهواء؟ ده القانون لسه طالع بقى. ده سلام اجتماعي. يعني أنا بسؤالي ده بهدد السلام الاجتماعي؟ طبعا بتوقع بين الناس. 500,000 جنيه هدفعهم، بس هسألك السؤال. هل صح الدكتور أحمد سعيد الصبح وقال أنا مش عايز أكمل في الحزب؟ لا، هو الدكتور احمد سعيد بعد ما تولى نائب رئيس حزب نائب نادي رئيس النادي الاهلي اللي عنده مسؤوليات كتير تمام، وهو الراجل اعرب عن هذا يعني. في صراع بين جبهتين والمهندس نجيب ساويرس، انا بسال حقي ان انا اسال وحقك تجاوب حضرتك على الهواء. والمهندس نجيب ساويرس ناصر جبهت او الدكتور عصام خليل؟ يا فندم انا برد على حضرتك. اتفضل. نمره واحد بقول لك لا. نمره اتنين يعني لا خلاص مش هتصدق. هتفتكر هل الساده المشاهدين قاعدين قدامنا دلوقتي مش هيزهقوا؟ احنا مالنا بقى ناس اتنين اتخانقوا زي الاتنين الصحفيين؟ لا احنا مالنا بالقصه دي. لا ده لازم يعرفوا كل ده. انت حزب مطروح، هو لازم يعرفوا. هو هيروح ينتخبك او لا ينتخبك، فلازم يعرف الهيكل بتاع الحزب في مشاكل ولا لا. مظبوط. مين رئيسه؟ طب حضرتك شايف هل مشاكل؟ ينفع السؤال، هل ينفع حزب المصريين الاحرار يدخل انتخابات بدون رئيس رسمي ولا ينفع يدخل بالقائد؟ لا، طبقا للائحة الحزب في حالة استقالة رئيس الحزب يتولى، كان وقتها اسمه السكرتير العام، منصب القائم بعمل رئيس الحزب. وفي اجتماع للمؤتمر العام، وهي الهيئة العليا اللي هي مش هيئة عليا، الجمعية العمومية الاقتصادية، رأت انه لابد من تأجيل انتخابات
رئيس الحزب لحين بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانيه. ليه؟ اي قصه انتخابات في اي مكان بتعمل تربيطات. فاحنا حاولنا ان احنا نحافظ على الكيان لغايه ما نعدي تمام. واقرت الجمعيه العموميه او المؤتمر العام بتاعنا في مارس الفات ان هيتم اجراء الانتخابات بعد 45 يوم، في خلال 45 يوم من انعقاد البرلمان نكون خلصنا واحنا متكاتفين. طيب، هل فعلا المهندس نجيب ساويرس قال لكم ان الحزب لو ما حصلش على 100 مقعد هيعتزل العمل السياسي؟ لا، انا ما سمعتش من المهندس نجيب هذا الكلام. انا ما سمعتش منه خالص. هل ذكر رقم ال 100 مقعد في اي مناسبه؟ انا ما سمعتش منه 100 مقعد خالص. هل تتوقع ان يكون مجلس النواب القادم سريعا، يعني مجلس النواب القادم، هل حضرتك بتتوقع ان يكون مجلس جيد، ولا زي ما بتوقع كثيرون انه هيكون مجلس صعب جدا وتشكيله هيبقى صعب جدا؟ طيب هقول لحضرتك حاجه، اللي هيتحكم دي برضه لو الناس اختارت صح هيكون مجلس جيد. لو الناس اختارت صح، وهتختار صح إن شاء انا بس الله. يعني انا عايز اقول لبعض الساده النخب، يا جماعه ما تقللوش او تعملوا اندر ايفالويشن، ما تقللوش من ان الناس الشعب المصري ده شعب واحد. لا استنى بقى، يعني لا هنقف عند النقطه دي سريعا. اكمل هذا دي. ليس تقليلا، لا ما هي نقطه. طيب. فيتال يعني بالظبط، هذا ليس تقليلا، العكس بقى. النخب اللي بتقول ان مجلس الشعب اللي جاي هيبقى مش جيد وهيبقى خطر على البلد ومش هيبقى كفء، مش عدم ثقة في الناخب المصري، ده عدم ثقة في الأحزاب لأنها ليس لها وجود في الشارع، وده اللي بيتقال. لا يا فندم، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ملهاش الانتخابات القادمة من النظام الفردي، الناس ما بيديش ينزل، بينزل يدي مرشح هو عارفه كويس وله معاه خدمات وبيلاقي معاه حزب بيسنده، عامل له مكتب فني مظبوط، بعد كده يعمل له الدراسات، عامل له شغل كويس. طيب هنا الانتقاء. لكن انا لما اقعد اقول اصل المجلس والناس، انا بدي رساله سلبيه للناس انها ما تنزلش، ما هو جاي بقى زي ما جاي. لا، لكن انا عايز اقول للناس يا جماعه، الناس هتختار صح، اختاروا انت عارف. بس هل احنا واصلين له صح؟ انت عارف انا بكلم حياتك دلوقتي، بكلم بناء عن ايه؟ بناء عن دراسات، لان دي عندك سبق بقى. احنا لما نزل عملوا استطلاع راي، ما نزلش على اسماء بس، احنا سالنا على مزاج الناس. ايه كينونه المرشح، انت عايزه ايه؟ انت عارف حضرتك معظمهم كانوا عايزين في ايه؟ اقول لك سر، اتفضل. انا خايف من الاستطلاعات والدراسات دي، لان في حد عملها قبل كده ولبس الحيط. مظبوط. ليه بقى؟ لان اللي عملها ما كانش لانه كان ماسك اللابتوب في اخر انتخابات وبيعمل دراسات وطلع مش عارف الشارع خالص. حاجتين هثبت لك. نمره واحد، ان اللي كانوا بيعملوا الحزب الوطني ده كان حاجه تبعه. لما احنا جبنا شركه محترفه مستقلة، ملهاش علاقة خالص بالقصة دي، وكان لأول مرة تعمل استطلاعات الرأي. دفعت لها قد ايه؟ نعم، دفعت لها قد ايه؟ الحقيقة ده المهندس نجيب هو اللي عملها، وادها لنا هدية. هدية هدية إسهام. هذا الاستطلاع هدية للحزب، وأنا أشكره جدا يعني. تمام. على فكرة أنا عايز برضه أقول حاجة، عشان شايف المهندس نجيب مش بس إحنا بنعتز بيه حتة التمويل، المهندس نجيب معنويا بالنسبة للحزب هو كاريزما. كاريزما طبعا. طبعا ما نختلفش هذا، وداعم معنوي لينا جدا يعني. في الحزب دي نقطه مهمه قوي، قبل الدعم المالي كمان. يعني هو كمؤسس الحزب كاريزما، انتوا كمان اكيد بتستلهموا منه حاجات. بالتاكيد بالتاكيد. وهل هو اللي اختار انه ما يبقاش رئيس الحزب وانه يبقى مؤسس ويبقى عضو مكتب؟ لسبب بسيط جدا، لانه هو دخوله وتأسيسه للحزب كان لصالح البلد، وعايز يعمل حاجه لمصر. يعني هو كان عليه ايه بوجع الدماغ ده يعني. اشكرك جدا الدكتور عصام خليل، الامين العام والقائم باعمال رئيس حزب المصريين الاحرار، شرفتينا ونورتينا، واتمنى لكم التوفيق في الانتخابات البرلمانيه، ولكل الاحزاب المدنيه المصريه، ولكل المرشحين المحترمين، عشان يكون عندنا مجلس نواب بالفعل محترم ويكون في صالح البلد. بشكر حضرتك جدا، اكيد هنلتقي اثناء الانتخابات، لسه الانتخابات طويله، وبالتوفيق ان شاء الله. بشكرك جدا، بشكر حضراتكم جدا، واكيد هنواصل هذه الحوارات المبكره لرسم خريطه البرلمان المقبل والانتخابات البرلمانيه مع الساده الموقرين رؤساء الاحزاب المصريه والقيادات في الاحزاب وقيادات التيارات السياسيه اللي داخله الانتخابات. بشكركم واشوفكم في حلقه جديده من هنا العاصمه يوم السبت القادم ان شاء الله الساعه 9 مساء. صباح الخير.